أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار. فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لها فعل وأقدار. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار الرؤى. هبدأ اتصالاتي على طول معايا هاجر. السلام عليكم يا هاجر. زي حضرتك؟ اتفضلي يا هاجر. الحمد لله. علي صوتك يا هاجر. حاضر. لو سمحتي حضرتك انا عندي حلمين. حاضر. اول حلم حضرتك بنت خالي حلمت لي ان مامتي جايبه لي صيني. لا علي صوتك يا هاجر، الله يبارك لك يا رب. مامتي جايبه لي صيني. مامتك جايبه لك ايه؟ صيني. صيني بس لونه اسود. مش ابيض. وجايبه لي تلفزيون الشاشه بتاعته حلوه قوي. كبيره. ومعايا في الحلم اماني يا محمد. أمان محمد مين دول؟ دول عيال خالي. عيال خالك. بس. طب سيني كده عروسة، انت متجوزة ولا لسه؟ لا لسه. طيب ادي كده عروسة، وعندنا اماني ومحمد، محمد من الحمد وامان من الامنية للام تشوفك عروسة، نفسك ان هي تشوفك عروسة. معايا هاجر؟ مع حضرتك. فان شاء الله تكوني عروسة يا هاجر، دي بشرة بالجواز. يا رب. ان شاء الله يا حبيبتي. عندي حلم تاني حضرتك. اتفضلي. حلمت ان انا وصاحبتي. انا ليا واحده صاحبتي انا ما بكلمهاش. حلمت ان انا رايحه فرحها هي واخوها، وطلعنا على السلالم، بس الفرح ما كانش فيه دوشه ولا اي حاجه. وانا لابسه خاتم وغويشه، وصاحبتي بتقول لي انت واحده جنبي اسمها دعاء، دي واحده صاحبتي، فبتقول فقعدت جنبي بس ما اتكلمتش. فصاحبتي الثانيه بتقول لي هو انت هاجر اتخطبتي مش راضيه تقولي؟ قلت لها بس اسكتي ما تتكلميش، يعني ان انا ما تتكلميش ان انا اتخطبت او حاجه زي كده. بس ونزلنا ورحنا مكان حلو قوي. بعد كده رجعنا البيت، وخطيب صاحبتي ده بيبص لنا بصه مش حلوه، يعني خطيب صاحبتك اللي انت ما بتكلميهاش، اللي انا ما بكلمهاش دي اصلا يعني. وانا كنت لابسه الخاتم والغويشه. بس طيب واضح ان هي، انا عارفه ان انت ما اتخطبتيش وفرحانه ان هي اتخطبت قبليكي، وبتقول الحمد لله عشان انا احسن منها وانا كويسه عنها، لان ده كلام. طب والخاتم والغويشه؟ لا الخاتم والغويشه فبيدل على ان ربنا يكرمك بابن الحلال، وانت نفسك تتخطبي زي زمالك ماما اتخطبوا. فاهمه يا هاجر؟ دي الغويشه والخاتم، هو راجل ابن حلال طيب كويس جدا، يعني اخره صبر خير ان شاء الله. فاهماني يا هاجر؟ فاهمه. ثم يا هاجر يعني شموع الفرح ما جات لكم لحد عندكم ايه يا هاجر؟ لا انا لسه صغيره عندي 20 سنه. امال اشتركي برضه يا هاجر. شكرا ليكي جدا يا هاجر. استاذ محمد، السلام عليكم استاذ محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول عليك انا كنت ناوي اشتري شقه. وحلمت بالليل ان الشقه دي فيها اوضه مقفوله. والاوضه دي مدفون فيها ميت. مدفون فيها واحد ميت. ايوه. بس كده. هي الشقه دي انت ناوي تاخدها انك تتجوز فيها؟ لا اخدها اعيش فيها يعني. تعيش فيها. هو عامه انا اولادي يعني. ما هو الميت، ما هو يعني انت وزوجتك يعني تعيش فيها. ايوه. هو عامه هو الميت فبيدل على الامر الباقي، الامر الطويل، الامر اللي هيعيش، يعني انت ناوي انك تاخدها ما تدحش بعد كده، دي هتبقى الاستقرار بتاع الحياه. ايوه معايا. فان في واحد جوه ميت والاوضه مقفوله، فهو بيدل على انك تتوكل على الله، مش انك ما تاخدهاش ان هي هتبقى شؤم وكده، لا انك تتوكل على انها هتبقى بتاعت العمر، انت مش ناوي تاخدها وتبيعها تاني. معايا يا محمد؟ مش شؤم يعني ولا حاجه. لا دي بتاعت العمر، هو الميت بيحيا تاني؟ ما بيحياش تاني في الدنيا. فان كون ان واحد ميت جوه فبيدل على ان دي انت ناوي تاخدها بتاعت العمر، ما انتش ناوي تاخدها للتجاره. معايا؟ دي لو للتجارة هتبقى شؤم، لكن لو الحياة مش شؤم، لو للتجارة شؤم، لكن لو الحياة انك تعيش فيها مش شؤم، لان هي بيدل على ان هي هتبقى بتاعت الحياة، ان هي بتاعت العمر كله ان شاء الله. فلا مش شؤم ولا حاجة، فانا عرفتك الفرق بين ان هي تكون شؤم امتى وما تكونش شؤم امتى، والله اعلم. فاطمة سلام عليك يا فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا استاذة ميري؟ ازيك يا فاطمة عاملة ايه؟ الله يبارك لك. الحمد لله. اتفضلي حضرتك. حضرتك انا حلمت النهارده ان انا كنت في مكان شغل، بس مكان كبير قوي، يعني كنت قاعده على المكتب وقدامي عبايه سمراء، العبايه السمراء دي رسم عليها اسم انجازي دقيق جدا على اساس ان انا قراتها،
وبعدين ابن عمي كان بيكلمني واقف قدامي على المكتب. بعد ما خلص كلام معايا صاحب الشغل جاي يقول لي ايه ده خمار؟ خمار بتاعي انا اسمه لون فاشيا. الخمار انت بتقولي خمار؟ خمار الخمار اللي انا لون فاشيا. وبقول ايه انا سمعت البيت الايه اللي عندك الغامقه استاذ جمال ده كنت شغاله عنده قبل كده. فبعد كده اتبصيت لقيت ايه طبعا انا كنت قاعده في وسط وكده وخرجت بره وعلى اساس ان انا ركبت معاه العربيه عربيه فخمه جدا وقاعد جنبي. فبعدين حضرتك معلش وحط ايده على رجلي فرحت شايله ايده وارصعه قرصه كبيره قوي وبقول له ايه يعني زي احترم نفسك او مش مجرد ان انا ركبت العربيه يبقى خلاص بقى تبان وتشتري بمزاجك وقدام الناس كلها وبكل جراءه ما خفتش. فبعدين هو نزل بقى معايا فكانت في مباني حلوه قوي جديده فبيقول لي فبيوريني بيقول ان انا اشتريت لمراتي شركه يعني فكتبتها باسمها واسمها النموذج الجديد. وبعد كده مشينا وعلى اساس ان هي هيعزمني على غدا فكان معانا ناس وكده فبصيت لقيت ايه انا هاكلكم كشري ودخلنا مطعم فخم جدا. قلت خلاص ما دام هنخش وناكل كشري يبقى اطلب بقى مثلا ايه زي ما انا عايزه مثلا بصل زياده حمص زياده براحتي. وبعد كده خلصت رؤيه على كده وعندي رؤيه ثانيه. شفتيها انت يا فاطمه؟ النهارده ان شاء الله. النهارده ان شاء الله. عامله ايه مع والدك يا فاطمه؟ نعم عامله ايه مع والدك؟ ما حضرتك ما حضرتك عارفه. عامله ايه دلوقتي معاه ايه؟ والله الحال ما يبقى ما هو عليه. ما هو ان حد يحط ايده على رجلك وجمال وانت تقرصيه فمعناتها ان انت مغلوله. انت مغلوله ومتضايقه من حد من الاسره من اللي في البيت اللي هو بابا عن الاب الخمار اللي هو النبيتي فبيدل على البنت الكويسه اللي هي النبيتي الفاشيه. الفاشيه ما فاشيه هو النبيتي مش كده يا فاطمه ولا ايه؟ بس اللون خفيف شويه صح؟ طيب الفاشيه ده فبيدل على البنت اللي الفرحه اهي موجوده جواها بس محتاجه اللي هو اللي يشجعها اكتر ومحتاجه اللي هو اللي يدفعها اكتر. يعني يا فاطمه هتبقي كويسه يا فاطمه هتبقي حلوه يا فاطمه خليكي جدعه عايزه تشجيع دايما. ده الخمار اللي هو الفاشيه او النبيتي يعني. الحمص والكشري والحاجات دي وانت عايزه حاجات زياده طالما كشري بكشري واكل باكل فهو بيدل على ان نفسك في حاجات كتيره جدا ومفيش حاجه منهم خالص تمت. في اصبري يا فاطمه والله اعلم. هدى سلام عليكم يا هدى. وعليكم السلام ازي حضرتك عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي عامله اخبارك؟ بخير. بصي انا بس ما تخلصش يعني يفصلوا الخط عليا عشان عندي حلمين كده عايزه احكيهم لك. طب علي صوتك بقى قبل ما الخط ما يفصل. خلاص ماشي. بصي انا حلمت هو الحلم ده بيتكرر معايا بقاله اسبوع كده وثلاث ايام. ان انا بتخطب ولابسه فستان شكله حلو قوي هو لونه موف كده بس الذهب بتاعي كله هو ذهب ابيض اللي هو الذهب الابيض ده. هدى بعتذر لك يا هدى معلش يا هدى هو الخط اكيد فصل من عندك. شكرا لك جدا يا هدى. هاخد رساله بسرعه معايا بتقول شفت راجل لابس ابيض فابيض بيقول لي منار بنتك نصيبها في البيت ده. هو يعني الشخص لابس ابيض فابيض راجل بيقول لها منار بنتك نصيبها في البيت ده عليكي بالصبر. الابيض فابيض هو الصبر. اما اللي هو بيقول لك اللي هي في البيت ده هو البيت ده كلمه ان هي نصيبها في البيت ده هو الود للاخرين انك تود الاخرين تود الجيران تود الناس تود الافراح تروحي تعزي كده عشان دايما بيبقى في تعارف من كده ومن هنا البنت بتتجوز والله اعلم. سناء سلام عليكم يا سناء. من فضلك انا كنت حلمت ان السما بتمطر او الناس بتجري و معلش يا سناء ارجعي تاني قولي لي المطره اخبارها ايه. شكرا لك جدا يا سناء مستنيه اتصالك. هاخد رسالة بسرعة بتقول أنا ما خلفتش وحلمت إني بدعي ليا ولأختي ولكل محتاج خلفة ولقيت واحدة بنت. يا يعني إن شاء الله خلفة طالما أنت بتدعي في الدعاء هو هنا التمني من المولى عز وجل بالشيء بالحمل بوجود الحمل وإن أنت بتدعي لغيرك كمان فإن شاء الله دي خلفة والله أعلم. ربنا يديكي ويكرمك رب العالمين. رسالة بتقول أنا رأيت في منامي جيهان. سلام عليكي يا أختي جيهان. عليكم. أيوه اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذة مني؟ ازيك يا حبيبتي عاملة ايه اخبارك؟ الحمد لله انا كويسة. اتفضلي يا جيهان. بقول لحضرتك يا استاذة منى انا على طول بحلم بامي وابويا الميتين يعني. معلش اصل انا اول مرة اتكلم في التليفون. لا يا حبيبتي على مهلك خالص. طب يا حبيبتي انا حلمت ان انا رايحة لاختي وبعدين انا طلعنا لقيتها عندها سمك كتير بتقولي تعالي خدي السمك ده بتاعك ده. السمك بتاعك. فانا ببص لقيته شبار كتير فهي حطت لي كمان من عندها.
فالمهم فانا اخدته فلقيتها بتقولي طب اطلعي فوق اقعدي فوق شويه عندي في الدور الثاني وانزلي تاني. طلعت لقيت اطباق رز ولبن. فجوزها قال لي ايه طب خد الطبق ده بلاش الطبق ده خد الطبق ده كليه. فاكلت منه كلت انا كلت رز ولبن ونزلت وخدت السمك ده وانا نازله يعني. بس طب بص يا جان هو الله اعلم فبيدل على الرزق اللي فيه غم، رزق مع غم، ايوه رزق مع عدم راحه، ايوه دايما بيبقى داخله فكر. الفرحه مش عارفه تدخل للرزق اللي موجود. ايوه ده السمك اللي انت شفتيه والرز باللبن بعد كده انت خدتيه ونزلتي بيه. ايوه فكل اللي مطلوب منك يا جيهان هو الصبر ان شاء الله، لان في فرج من ربنا عليك. رؤيتك للسمك ووجود الرزق اصلا مع وجود الغم والهم شويه اللي داخل له، فده معناته ان ربنا ان شاء الله يفرجها عليكي. بس كل اللي مطلوب منك الصبر يا جيهان والله اعلم. أمة الله السلام عليكم. أمة الله السلام عليكم. الو ايوه السلام عليكم. اتفضلي ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اتفضلي يا حبيبتي. بني ماما كان عندها حلمة بس اللي هي كانت بتشتري لنا كرة زبدة كبيرة. تشتري ايه؟ وكان فيها زي كرة زبدة كبيرة يعني. وكان فيها مية. وكانت بتديها لحظة قريبتها اسمها سعاد، يعني كنت عارفة فيها سلسة الهنة وكده. بس. وسعاد خدتها؟ هي خدتها سلسة الهنة يعني. تشيلها لكم انتم. طب وانتوا كان بنتي مش متجوزة؟ أما طلعوا معايا؟ أيوه. كان بنتي مش متجوزة في البيت؟ لا هي واحدة بس. واحدة بس؟ طب كويس الحمد لله، لأن هو ده بيدل من السعادة وبيدل على نصيب البنت وبيدل على الفرحة اللي داخلة البيت إن شاء الله. بس مع الصبر ومع إنكم تقولوا يا رب وما تستعجلوش، لأن الفرحة جاية جاية بأمر الله. دنيا تدي لسعاد وتقولهاش لا عندك يا سعاد والله أعلم. شكرا لك جدا يا أمة الله. هبة السلام عليكم يا هبة. وعليكم السلام. إزيك يا أستاذة منة؟ إزيك يا حبيبتي اتفضلي. لو سمحتي يا استاذه منى، والدتي حلمت باخويا متوفي، هو متوفي يعني الله يرحمه، وهي حلمت ان هو جاي وزعلان وتعبان وبيعيط ووشه اصفر كده، وجاي معاه برضو عمي اللي هو ميت برضو. فبعدين عمي والدتي بتقول له اخويا انت زعلان ليه وبتعيط ليه؟ راح يرد عليه عمي قال لها انتوا شحتينه بتردينه من البيت يعني، ومحدش بيدور فيه بيدور عليه. فقالت له مين اللي طرده؟ قال لها بابا يعني هو اللي طرده وما بيدورش عليه. فقال لها انا اللي هدور عليه. فهو تعبان ووش اصفر، قال لها انا هاخده للدكتور اكشف له. فخده للدكتور، فالدكتور طلب منه تحاليل فاحتاج ان هو ينقل دم، فدوروا على الدم ده ما لقوش خالص. فبعدين ابن عمي قال لعمي ده هتجيبه منين دلوقتي؟ فقال له انا هجيبه له من مصر. فوالدتي قالت له طب هاته ويكلف يعني زي ما يكلف شهر 1000 أو 2. فجابه له، وبرده لما ركبه لاخويا ركبه له برده بيعيط وزعلان. فماما قالت له هو بكام؟ قال لها ب1000 جنيه. فقالت له خدهم وكده، قال لها لا انا فرحتي ان هو يصحى. فلما صحى بقى وكده فجاب له بقى مسجل، فالمسجل ده زي ما يكون جاي من الحج يعني عليه كعبه والمدينه وكده، وجاب له شرايط برده من عنده وشغلهم له، وجاب له فروع نور وعلقهم. وقال لوالدتي هاتي اكل ووكلي الناس كل اللي يجي لك وكليه. فجابت بقى شعريه ومكرونه ولحمه وكده، وكل اللي يجيها بقى توكله. فمن عمي واقف كده فبيضحك على والدتي يعني بيقول لها انت بتضحك ليه؟ قال لها عشان انت يعني رايحه وجايه لوحدك. فقال لها انا مش عاوز طبيخ، هاتلي بهاكين وجبنه. فجابت له فقعد كل يعني وكده. ابن عمي ده حي. بس والحلم خلص على كده. هو انت والدك والدتك عايشين الاثنين؟ عايشين. بصي اسمعي بقى كويس في الرؤيه ديت، هي دي الله اعلم، فمعناتها ان هو بيتحاسب بسبب اعاقه يعني زعل والده او والدته في يوم من الايام بكلمه جامده جدا. الكلمه ديت هو بيتحاسب عليها، حاجه بيتحاسب عليها لحد دلوقتي. انت معايا؟ غلطه في امه او في ابوه بيتحاسب عليها لحد دلوقتي، ان يجي وش اصفر وتعبان ومطرود من البيت. معايا؟ وموضوع ان هو الاكل وان هو عايز العلاج بتاعه، والعلاج بتاعه من مصر ويدفع فيه 1000 جنيه، فال 1000 جنيه انتوا تعملوا حاجه لاهل الله، للناس الطيبين، تأكلوا فيها الناس الطيبين.
لان انتوا عملتوا اكل وفي الاخر ابن عمتك ولا ابن خالد بيقول على بال بيتك ماشيه لوحدها. معايا؟ فانتوا المفروض تعملوا ليله لاهل الله، للناس الطيبين، الناس الغلابه، تاكلوا حد غلبان اكتر من شخص. هو اخوك عايز منكم كده عشان يتغفر اللي هو حصل. والدك والدته قول الله يرحمه ويسامحوه، هما طلعوها اكتر من مره اكيد، ولكن المره دي هو جايلكم بالنيه دي ان انتوا تطلعوها ويقولوا طبعا حاجه الوكل اللي على روحه صدقه انهم ياكلوا فيها حد. ما احنا برضه بنطلعوه يعني، هو يعني بيتحاسب ان هو عامل حاجه فيهم يعني غلط؟ اه في والده او في والدته، لانه مطرود من البيت. فاهمه؟ فعليهم انهم يعملوا اكل او يعملوا حاجه الوجه اللي انا بقولها لك بالعامه كده، يعني يشوفوا الناس غلابه كده يقعدوا ياكلوهم كده ويشربوهم ويطبطبوا عليهم علشان خاطر ربنا يريحهم العذاب اللي هو فيه، والله اعلم. ام محمد سلام عليكم يا ام محمد. سلام. ازيك يا استاذه نانا؟ ازيك يا ام محمد؟ صوتك بعيد لي كده. ازيك يا استاذه نانا؟ ازيك يا ام محمد؟ عامله ايه؟ اتفضلي. ممكن اقول لك على ثلاث احلام يعني؟ قول قول يا ام محمد. طيب، حلمت ان انا واقفه مع ناس مع ناس كتير يعني، فبقول لهم ايه انا يعني احنا رايحين فين؟ فقالوا ده الناس دي هتروح هتتعذب يعني. فانا بقول انا هنتعذب؟ قالوا لي اه، العذاب في الدنيا اهون من عذاب في الاخره. فانا بقول لهم يعني طب بس النار وحشه يعني. قالوا لي بس ايه، مش اللي هيتعذب في الدنيا مش هيتعذب في الاخره كده. وانت على الحلم كده. صحاب الابتلاءات دول صحاب الابتلاءات والله اعلم. الناس اللي ربنا بيبتلاها ابتلاءات شديده جدا في الدنيا بتبقى زعلان عليها وتقول يا رب خففها، يا رب انا تعبت، يا رب انا زعلت، يا رب ليه ما بتدينيش؟ هم دولت اللي هو العذاب بتاع الدنيا احسن من عذاب الاخره. لان ربنا عايزهم ياخدهم ان هم كويسين حلوين، حسناتهم متشاله في الاخره، دي راحه الاخره. فدي اصحاب الابتلاءات في الدنيا. والله اعلم يا ام محمد. ام منى السلام عليكم يا ام منى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. انا عندي ثلاث احلام بس بالله عليك ما تخلوهم يقطعوا الخط. ما انت لو علقت صوتك مش هيقطعوا الخط. يلا. انا كنت عامله صلاه استخاره. هم. وبعدين كنت عايزه اعرف يعني، انا حامل وعايزه اعرف ان هو ولد او بنت وكده. هم. طب قولي. ام منى معايا؟ ام منى. معايا ام منى ولا خلاص؟ ام منى الخط عندك مفتوح، انت ما بتتكلميش ليه يا ام منى؟ ام منى طب انا هقول رساله ام منى وانت فاتحه الخط من عندك مش عارفه ليه يا ام منى. فانا هقول رساله بسرعه قبل ما تفتكر الحلم بتاعك. رساله بتقول انا رايت في منامي اني اقرا الفاتحه بصوت عالي، من قرا الفاتحه بصوت عالي سيفتح الله عليه امور طيبه كثيره جدا والله اعلم. ام منى معايا؟ طب ام منى حاولت ترجع لنا تاني يا ام منى. قبل ما اتطلق حلمت ان جوزي عاوز يجتمع معايا وانا مش راضيه. معايا مين؟ ام ساندرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. انا في التلفزيون. نعم. ايوه حضرتك. اتفضلي. عندي حلمين. اتفضلي. حلمين. اول حلم حلمت ان انا كنت في راكبه عربيه اتوبيس يعني، ومعايا جوزي وعيالي راكبين في الاتوبيس. والاتوبيس ده كان مليان ناس، وبعد كده مشيت بالاتوبيس على بيتي. على فين؟ على بيتي. على بيتي. على بيتك. المهم نزلت وانا نازله المكان لقيت شيخ بيديني خوذة اللي هي بتتلبس في الدماغ. الخوذة دي. قال لي خديها عشان تحافظي على نفسك. فانا قلت لجوزي اخدها، قال لي خديها وحطيها في الشنطة. فانا كان معايا زي شنطة هدوم يعني، شنطة هدوم الاولاد وشنطة هدومي. رحت واخدة الخوذة حطها في الشنطة وقافلة الشنطة. وبعد كده مشيت لقيت مكان جميل جدا، فبقول له ده بيتنا؟ قال لي اه هو ده بيتنا. فمشيت بعد كده لقيت بس كنت ماشيه في الحلم خايفه يعني، مش عارفه انا كنت خايفه من ايه يعني، في الحلم ماشيه خايفه رغم ان المكان حلو. وبعد كده المكان زي ما يكون دخلته في بوابه، اخش عن طريق بوابه. فرحت داخله البوابه لقيت زي ما يكون عاملين لنا حفله او عاملين لنا مزيكا وحاجات كده. فدخلت لقيت اختي جايه شايله بنت جميله جدا يعني، عينيها ملونه وبيضه وشعرها اصفر. فبقول لها دي بنتك؟ قالت لي اه دي بنتي. فبقول لها ده ايه ده، دي طبعا شبه مين؟ قالت لي شبهك انت. قلت لها الله اكبر دي جميله قوي. بس ده الحلم. ده اول حلم؟ طب اقول لك ده الاول بعد كده اقول اللي عندك. ماشي ماشي.
هو موضوع انك تمشي في العربيه وتركبي انت وانت واسرتك وكده في العربيه، فهي دي الحياه المشتركه ما بين الرجل ومراته والاولاد وتربيه الاولاد. اما الخوذه اللي انت المفروض تاخديها تلبسيها على دماغك وحطيتها في الشنطه، هو تريح دماغك من بعض حاجات، واول بيدل على الولد الصالح، يا الولد الصالح، او ان انت بتريحي دماغك من بعض حاجات مطلوبه منك انك تفكري فيها باستمرار. معايا؟ ماشي. ده احنا معانا حاجتين، يا اما الولد الصالح ربنا ان شاء الله يكتبه لك او يكون معاكي دلوقتي حاليا، او يا اما بيكون ان انت ست اللي بتريح دماغها، يعني في مواضيع المفروض تهتمي بيها زيادة عن اللزوم فبتتركها، بتشيلها من دماغها الشنطه، بتحطها في الشنطه، بتحطها جواك، او انت ما بتنسيهاش ولكن ما بتاخديش خطوات فيها. ماشي معايا؟ ايه ما وصلت لك؟ وصلت لك التفسير؟ ايوه فهمت. ما موضوع بقى انك تروحي في مكان في مناسبه، في زمر او في طبل او في حاجات من دي، فبيدل على امر معروف، امر انت شايفاه بعينك بيحصل قدامك. امر واضح قدام عينيكي، مش مستاهل ان انت ايه تحاولي انك تتحققي منه او تتبيني منه. اما البنت الجميله اللي اختك بتوري لك، بتقول لك شوف البنت الجميله اللي هي شبك، فبيدل على الدنيا كويسه معاكي، انت مرتاحه الحمد لله، يمكن معاكي الولد والبنت والراجل ربنا هديهولك. معايا؟ هي دي البنت الجميله اللي اختك بتقول لك شوف البنت اللي شبك، وانت بتقولي بسم الله ما شاء الله، فانت مش حاسه بنعمه ربنا عليك. فعليك انك تقولي الحمد لله. الحمد لله. والله اعلم. وبالنسبه للبيت اللي هو البيت الجديد، يعني البيت شكله ما هو ده، ما هو دي الدنيا بقى، هي بقى الدنيا الاخره، اتجمعت لك في الدنيا البنت، هي البنت الجميله اللي اختك بتقول لك شبهك. انت مش حاسه بنعمه ربنا عليك بالخير اللي انت فيه وغيرك مش طايله. فاحمدي ربنا. الحمد لله. اتفضلي. الحلم الثاني، حلمت ان انا كنت في بيت، كان في انا زمان وانا صغيره، البيت اللي انا حلمت بيه كنت انا فيه وانا صغيره، البيت ده احنا سبناه. حلمت ان انا بلم هدومي وحاجتي، وكانت الدنيا ضلمه في المكان. وايه؟ والدنيا كانت ضلمه في المكان. وقعدت الم في حاجتي والم في حاجتي في شنط وكده. ولقيت جيراني برضو اللي هم القدام جولي وقعدوا ساعدوني. وكنت شايله، يعني شايله ابني وبنتي واقفه جنبي. وانا بلم الحاجه. وبعد كده لقيت الفجر طلع، يعني النهار طلع ولقيت الفجر. هو بص، انك تلمي هدومك من مكانك القديم والدنيا بتبقى ضلمه وكده، فانت من النوع اللي هو ما بيحبش يبص تحت رجله، اللي تحت رجله ما بيحبش يدور على الماضي، ما بيحبش يفكر في امبارح، بيحب يفكر في النهارده. دي الضلمه ودي الهدوم اللي انت بتلميها. وموضوع برضو ان الناس اللي بتلم الهدوم معاك اللي هم بتوع زمان وكده، فبيدل على ان انت دايما بتفكري في المستقبل كتير جدا، فربنا يفك عليك يا رب العالمين. والله اعلم. هبه السلام عليكم يا هبه. وعليكم السلام. اتفضلي يا هبه، ازيك يا حبيبتي؟ انا في ثالثه ثانوي، ودايما بحلم ان انا في الامتحان واني مش عارفه احل، وان الامتحان بيجي فجاه وانا بكون مفيش حد قال لي على الميعاد، وتفاجئ قبل بيوم اللي انا عليا امتحان، فدايما بدخل ومتكرر معايا الحلم اللي انا دخلت الامتحان ومش عارفه احل ومش فاكره حاجه لاني مش مستعده. دوت اول حلم. هو طالما انت اساسا في الدراسه وبتشوف الحلم ده بيتكرر معاكي، فبيدل على الاختبار في الدين وفي الدنيا، اختبارين معاكي في حالك اصلا في الدنيا، في الدين بتاعك، في دينك وفي صلاتك وفي ثباتك. معايا يا هبه؟ ايوه. والله اعلم. فكده معانا اختبارين طالما انت اساسا في الدراسه. والله اعلم يا هبه، اتفضلي. الحلم الثاني، ان حلمت ان اخويا متوفي من السنه اللي فاتت. فبعدين حلمت ان هو كان جه بيبكي جامد، فبعدين بيقول لي ان هو محتاج لي، يعني بيقول لي انا محتاج لك قوي يا هبه، وقام عيط بس. بس كده؟ طالما هو بيعيط ومحتاج لك، فهو محتاج الدعاء دايما ليه بالرحمه، محتاج انه دايما تدعوا له بالرحمه وتفتكروه، هو محتاج لكم جدا. هو كان مقصر في صلاته يا هبه؟ فهو محتاج ان انتوا تدعوا له، طالما هو بيبكي بيدل على الندم، والله اعلم. واللي بيقول لك محتاج لك انت وانت البنت، فعلى الدنيا اللي ضيعها وعمره اللي ضيعه على الفاضي، والله اعلم يا هبه. شكرا لكي جدا. امه الله، السلام عليكم. امه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت اسال حضرتك، انا حلمت الحلم ده بقالي اسبوع كده، ان انا بتخطب والسكه بتاعتي ذهب ابيض، بس خالاتي مستخسرين فيا ان انا اخد الشخصيه دي، وليه دوت ما يجيش لبنتي وكده، وهم طبعا كانت زعلانه جدا، وان الحاجه دي ليه كتير عليا. وبعدين كنت زعلانه جدا ان انا هطلع من الكوافير من غير طرحه وبادي، واصريت ان انا اطلع بالطرحه والبادي دوت، وفعلا طلعت بيهم. تاني حلم، حلمت ان انا كنت بولد وهي كانت بنوته. طب وانت اساسا لسه انسه؟ لان هو الذهب الابيض، وان انت الكل الدوران منك وعايزينك تطلعي من غير البادي والطرحه، بعدين انت تلبسيهم، فبيدل على عريس الحلو الكويس، ان انت يعني في ناس بيقولوا ان هو يبقى خساره فيها. الشاب ده خساره فيها، المفروض ما تاخدهوش، يعني هي بنت مين او هي مين كده، يعني فاهمه؟ لان انت اصريت انك تلبسي البادي والطرحه، يعني انت تقولي انا اهوت، انا استاهله.
ايوه هو ده بيدل على الشاب الشخصيه دي، لان الذهب الابيض احلى من الذهب الاصفر في الرؤيه. ايوه وقلت لماما كمان انا مش عايزه اغاني في الفرح، ما حدش ولا اغاني يعني. طب بسم الله ما شاء الله على الامر اللي هيتم، الامر اللي هيتم وربنا هيبعد عنك عين الحساد. والله اعلم. اتفضلي. ماشي. وفي حلم تاني. اتفضلي. انا اخويا اختي حلمت له يعني ان هو داخل على العمليه، اولا ان هي كانت في مستشفى، فالدكتوره بتقول له انت قاعد هنا ليه؟ قال لها انا هنا مش مريض، انا هنا جاي بكشف. جاي بكشف. قابلت الدكتوره اللي هي متابعه الحاله بتاعته، فبتقول لها عمليه الزرع دي ديت بينجو منها وبتنجح وكده، بس اهم حاجه فضلت تكرر عليها ان انت تقولي للدكتور افحص في الارض كويس. افحص ايه؟ افحص في الارض كويس. ثلاث مرات. وبعدين طفل اسمه مهند معاه، فاخويا بيقول له انت صوتك جميل قوي يا مهند، اقرا قران، اقرا يا مهند، وهو ما ساله انا مش عارف، كل ما اقول له اظن لازم بينسى ولا. طب بصي، هو الموضوع ان هو يكشف، اهم حاجه الارض، فهي اهم حاجه الفصيله، الارض هي الفصيله. ايوه فاهمه، الفصيله بتاعته، لان ممكن يعكله في موضوع الفصيله وكده والموضوع يبوظ، العمليه تبوظ، فاهم، حاجه الفصيله ادي حاجه، واقرا يا مهند وكده. فهو برده محتاج رقيه شرعيه للموضوع، الالم او التعب اللي عنده، احتمال والله اعلم ربنا يشفيه منه، والله اعلم، دي رقيه شرعيه، والدته او اي حد قريب منه في البيت يعملها له، والله اعلم. رضوى، سلام عليك يا رضوى. رضوى. عليكم السلام. اتفضلي يا حبيبتي. الو. ايوه معاكي، اتفضلي. ايوه انا كان عندي حلم عايزه حضرتك تفسرهولي، وعندي استفسار شويه. طب انت رحتي فين يا رضوى؟ علي صوتك شويه. بقول لحضرتك عندي حلم وعندي استفسار شويه. طب ناخد الحلم الاول. حلمت خير اللهم اجعله خير ان انا وماما قاعدين في الصاله وبابايا نايم، بس باب الاوضه مفتوح، يعني اللي يدخل يشوفه ان هو نايم. والباب خبط واحد لابس ابيض فابيض وليه دقن طويله ويعني دقنه بيضا، وقال يعني قال لنا انا الرسول وجاي اصلي بيكم. انا الرسول وجاي اصلي بيكم. فانا وماما فرحنا قوي. فماما قالت له طب ثانيه هننزل لنادي العمي، عمي الكبير هو بيشتري حاجة من المحل اللي قصادنا. فهي نزلت وايه عمي كان بيشتري مسامير. فهي جت نادت له هو ما طلعش معاها. وبعد كده يعني هي احنا طلعنا صلينا معاه، يعني انا وماما واقفين وراه وبنصلي بس، وشايفين بابا وهو نايم. بس وخلص الحلم على كده. هو انت عندك كام سنة يا رضوى؟ عندي 19. 19 لسه انسة؟ اه. لان هو دخول الاول الشخص على الشكل الجميل ده، بعد كده يطلع الرسول عليه الصلاه والسلام ويقول لكم انا اصلي بيكم، وانت تستنى عمك ان هو يجيب المسامير وبعدين يجي وبعدين يصلي بيكم، فبيدل على المأذون. هو ده المأذون ان شاء الله، فبشره طيبه، رؤيه الرسول بشره طيبه، ورؤيه ان هو يصلي بيكم فبيدل على المأذون القريب بامر الله، والله اعلم. معايا رضوى؟ ايوه. فده مأذون يا رضوى. ان شاء الله. مبروك لك يا رضا مقدما. الله يبارك فيك. اتفضلي. وانا ساعات يعني لما بصحى من النوم بسمي في ايدي بلاقي في ريحه جميله قوي في ايدي. بسم الله ما شاء الله. وساعات يعني لما بقوم مفزعه من النوم وانام تاني احس ان في حد يعني قاعد جنبي بيقرا قران. طيب يعني هي مفسره نفسها، انت بنت حلوه مقدره في حالك بتصلي، مش انت بتصلي اكيد يا رضوى؟ بصلي الحمد لله. طالما بتشوف الحاجات الجميله دي فبيدل على ان انت انسانه كويسه، انسانه مسالمه، بينك وبين ربنا عمار، ما بتنميش على حد، ما بتكرهش حد، بتحب الدنيا كلها، بتعامل الناس بنيه صافيه. فالحاجات اللي بتحصل لك دي حاجات طبيعيه جدا، وما تقولهاش لحد بقى، خليها بينك وبين ربنا يا رضوى. شكرا لك جدا يا حبيبتي. هاخد رساله بتقول قبل ما اتطلق حلمت ان جوزي عاوز يجتمع معايا وانا مش راضي عشان اللي عمله. هو الجماع هنا هي بيدل على الرجوع للموده، رجوع للموده، وانت رافضه او انت هترفضي ان هو يحاول ان يتكلم معاكي او يكلمك في موده او يستشارك في حاجه، انت هترفضي والله اعلم. حلم ابني انه في بحر ويعوم فيه وكان خائف ينادي ماما وبينادي ماما ثم صعد السلم وحضني. طب احنا عندنا هنا بيعوم في البحر وكده وبينادي، فهي النجاه هي المناجاه لرب العالمين. طبعا ان هو يصعد السلم ويحضنك وكده، فانا مش عارفه هو صغير ولا كبير، ولكن
لو كبير فعليه الالتزام بالصلاة، لو صغير فعلى الام الالتزام بالصلاة، على الام او على الابن. الحضن طبعا هو الحنان، فربنا يخليكي لي يا رب العالمين. اما تقول الله السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي حبيبتي. لو سمحتي اسال حضرتك، انا والدي على طول بيجي لاختي ان هو جعان دايما، هو متوفي. جعان. وهي دايما بتحلم بصورة الانسان والنازعات. اما انا اللي كنت قايله لك ان انا مخطوبه وكده، هي نفس الشخصيه دي اللي بتيجي معايا، شخصيه واحده اللي متكرره معايا ان هي الفستان والكلام ده. بس هو دايما بيحذرني من بنت صاحبتي هي اصلا. ان الشخص اللي بيجي لك هو شخصيه واحده متكرره معايا في الحلم بقاله اسبوع كده. الشخصيه دي موجوده؟ موجوده. دايما بيحذرك من صاحبتك؟ من صاحبتي، ان انا ما اكلمهاش عشان تصرفاتها مش كويسه، وانا فعلا عارفه ان هي تصرفاتها كده. طيب هو انت الشخصيه دي في علاقه بينك وبينها ولا حاجه؟ مين؟ مكسوفه ليه؟ طيب. لا صاحبتي يعني؟ لا لك انت. لا 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 ما تعرفيهاش؟ لا. طيب ان شاء الله يا رب يا رب. وبعدين حاجه تانية، جاء اخر مره بيقول لي خلاص اختاري يا انا يا هي. لا هو ان شاء الله. بس عشان هي تصرفاتها وحشه وما ينفعش ان انت تكلميها تاني وكده. طيب يبقى ده انذار انك تبعدي عن الصديقه دي، لانها ممكن ان هي تشوهك او تشوه اخلاقك، انت فاهمه؟ ايوه. اما هو ان هو بينصحك اكتر من مره فبيدل على ان في شخص موجود بالفعل، واحتمال الله اعلم الارتباط يكون قريب. أيوة. ولكن لسه بيفكر بينه وبين نفسه، هي اما تقول لها تنفعني ولا ما تنفعنيش، هتصوني ولا مش هتصوني، هتطلع زي التافهين التانيين ولا لا. أيوة. لان هو اساسا الانسان معروف في وسط الناس اللي حواليه. ايوه. بانضباطه اخلاقه. طب بالنسبه بقى للحلم بتاع والدي دوت، ان هو دايما بيجي جعان، فهو دايما حاسس ان هو مش مرتاح عشان بناته، عشان عياله، عشان عدم استقرار عياله، ده ان هو دايما بيجي جعان. وكمان صوره الانسان، فان صوره الانسان لاختك هنا فبيدل على ان هي محتاجه ان هي تكون قنوعه في الدنيا شويه، محتاجه ان هي تعرف ان في اخره، يبقى في التزام دايما في تصرفاتها. معايا ما الله. اما والدك برضو عليه بالصدقه، قبل ما ننسى عليه برضو عليكم بالصدقه، ليه عليكم دايما تترحموا عليه، لانه وجعان فهو عطشان وجعان، والميت دايما عايز من الاموات ان هم يفتقروه بالدعاء دايما. والله اعلم. رنا السلام عليكم يا رنا. ايوه السلام عليكم يا استاذه منى. ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي. انا حلمت ان انا و ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. انا حلمت ان انا واخواتي، احنا ثلاث بنات. طب وطي صوت التلفزيون يا رنا الله يخليك. حاضر. اتفضلي يا حبيبتي. حلمت ان انا واخواتي احنا ثلاث بنات في مكان، وبعد كده اختي الكبيره واحد خدها ومشي. بعد كده قعدت اتصل بيها، قعدت تقول لي انا جايه، وبعد كده قعدت اكلمها ما بتردش عليا. بعد كده طلعنا انا ووالدتي، طلعنا فوق في الاسانسير، طلعنا في اسانسير كده زي عماره، لقينا الشقه حلوه قوي، ولقينا اختي مع خالي. هو خالي متزوج. ومرات خالي معايا بس متغاظه منها. متغاظه من هي عشان هي واخده خالي؟ لا متغاظه عشان خاطر هي اتجوزت. بس ف وانا برضو كنت متضايقه منها انها ما قالتليش وما كلمتنيش. بس وبعد كده خالي اداني فلوس وقال لي انزلي هات لنا كفته وفراخ من تحت. كفته وفراخ. فاداني 100 جنيه، فلبست قعدت اقيس الشباشف، ففي شبشبين ما جوش على قدي، وبعد كده الشبشب الثالث جه على قدي. ونزلت قعدت اتخانق بتاع الكفته والفراخ، وبعد كده اداني 50 جنيه، قعدت اقول له لا انا عايزه ال 100 جنيه بتاعتي. بعد كده بعد يقول لي 100 جنيه قديمه، بس مش قديمه اللي هي بتاع زمان. قعدت اقول لا مش هي دي 100 جنيه. وبعد كده لقيت واحده راحت مدياني ال 100 جنيه وقالت لي 100 جنيه بتاعتك ايه. بعد كده طلعت فوق تاني، ما لقيتش اختي في الشقه، لقيت في الشقه اللي انا كنت فيها اللي هي بتاعت اختي، بس ما لقيتهاش في الشقه. دخلت لقيت الشقه جميله جدا، ولقيت حماها وحماتها، حماها طالع من الحمام وحماتها بتندق عليها بعد كده يا جت، وبتقول لها هاتي الجزمة لعمك. ماشي. بس راحت جايباها له، وكانت بتكلمها حلو، وانا قعدت اقول في بالي طب هي حماتها كويسه، هي مش وحشه زي ما هي بتقول. بس وقعدت اتفرج على الشقه، لقيتها شقه جميله جدا جدا، بس قلت انها مش دايمه. بس كده. طب قولي يا رنا، هو انت على سن زواج؟ انا عندي 20 سنه ولسه ما فيش حد؟
نعم. لسه ما فيش حد تقدم لك؟ لا لسه. وانا اختي الكبيره اكبر مني عندها 23 سنه اللي انا حلمها لها الحلم. اللي هي مشيت ديت وما رضتش ترد عليكي؟ نعم. اللي هي ما رضتش ترد عليكي؟ اه اللي هي ما رضتش ترد عليا. هو انت ليكي وجهه نظر دايما هما بيختلفوا معاكي فيها؟ نعم. ليكي وجهه نظر لما بتيجي تتكلمي او بتتكلمي في اي موضوع هما بيختلفوا معاكي دايما في الموضوع انت بتتكلمي فيه؟ اه. طب اسمعني يا رنا، شكرا ليكي يا رنا. رنا موضوع انت اختك وكده، فواضح ان اختك ربنا يكرمها ان شاء الله بابن الحلال، لان هي هتاخد حد هي عايزاه او في شخص هي بتتمناه عايزاه، ف يعني ده دعاء من ربنا دايما في شخصيه معينه هي عايزاه طالما هي ما ردتش عليكي. ان انت بقى موضوع مرات خالك وكده والكفته واللحم والفرخه وان انت تنزلي تشتريهم وال100 جنيه وال100 جنيه القديمه وكلام من ده وتنزلي تختاري الشباشب وعمك والحاجات دي كلها، فبيدل على عريس. ال100 جنيه دي عريس، والشباشب اللي انت بتختارها وال100 جنيه اللي هي القديمه فبيدل على شاب ولكن فكره حلو، مش من بتاع الايام دي، من هو العقليه الجميله بتاعت زمان دي، اللي هو حكيم في تصرفاته وافعاله. ده بالنسبه لك انت يا رنا، والله اعلم. شكرا لك يا رنا. فاطمه سلام عليك يا فاطمه. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ بخير الحمد لله، اتفضلي. الحمد لله. سمعت انا شفت ابويا متوفي بيرقص معايا. بيرقص هو قاعدين؟ اه بيرقص معايا. ده دي حلم لوحده. دي حاجه من الحاجات يعني؟ دي مره لوحدها. طب انت عامله ايه مع ربنا يا فاطمه؟ الحمد لله، بس انا في حاجه بتيجي تخنقني بالليل وبتتك على بطني. ما لان ده مش والدك اللي جه، ده مش والدك اللي كان بيرقص معاك، ده مش والدك، ده شيطان، ده جن. طب اعمل ايه؟ انا شفت برضو على السرير بتاعي ثلاث جفاض ضفدعة، بس ثلاثة، وحبة تحت السرير، وفي حاجة ملازمانة على طول بتيجي تخنقني وبتتعبني كتير خالص. طب ده كده سحر؟ مش عارفة، أنا تعبانة جدا لأنك بتيجي تتك على بطني، تشوف أي مكان وتعبني وتتك عليه أكتر، وساعات بحس إن أنا بحس بيها وهي جاية لي. طب ده كده سحر، طالما أنت أكتر من ضفدعة وكده فهو ده سحر. بس أنا صلاة استخارة يا فاطمة. أنا إمبارح كنت قارية ياسين والواقعة والرحمن ومصلية ومستغفرة ومصلية على النبي كم مرة قبل ما أنام، وبرضه جت. بس أنت مش ملتزمة في الصلاة يا فاطمة، يعني أنت مش ملتزمة أصلا في الصلاة. فجاهد معانا. ساعات بتوضى، ساعات بتوضى وما يجيليش نفس ان انا اصلي، ببقى عايزه اصلي وببقى تعبانه نفسيا جدا. بصي يا فاطمه، بصي لو شفتي ان الناس اللي حواليك كلهم كلك مصابين، الدنيا كلها مصابه، كل حتى الناس اللي بتعرف تتكلم مصابين، ولكن بنجاهد مع نفسنا، بنحاول ان احنا نجاهد، بنصلي نقرا قران، بنجاهد مع نفسنا، انت فاهمه؟ انا والله بحاول على قد ما اقدر، بس هي تعبانه خالص، بتجيني كتير خالص. طب معلش، في حلم لاختي بس بسرعه كده. اتفضلي يا فاطمه. بتمطر دود وبينزل في ثلاث اخوات الي، هي واخويا واختي. بتمطر دود وبتنزل فين؟ في بقهم. في بقهم؟ اه. انتوا عاملين ايه مع بعض؟ احنا كويسين الحمد لله. كويسين؟ وكله بيصلي ولا كله زيك يا فاطمه؟ لا، في ناس بتصلي ملتزمه خالص وفي ناس برضو كده. بس انا كنت بصلي الاول، انا ما عملتش كده لما الحاجه دي حصلت لي. هو عامه هو ان السماء تمطر دود، فهو الدود ده بيدل على الحسد، اللي بينزل في بقهم ده كل ده حسد، حسد وامراض. معايا فاطمه؟ ده حسد وامراض، اللي دخلت في بقهم الدود اللي بينزل من السماء فاتحين بقهم بياخدوه ده، فحسد وامراض، فربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب العالمين. رقيه شرعيه يا جماعه ضروريه جدا للبيت كله، والله اعلم. جيهان سلام عليكم يا جيهان. عليكم السلام يا استاذه منى، كنت لسه عايزه اقول لك الحلم الثاني قفلته عليا، ما يهمش. لا يا حبيبتي اتفضلي، معلش. طيب بقول لحضرتك يا استاذه منى، انا حلمت ان والدي ووالدتي متوفيين الله يرحمهم. الله يرحمهم. وبعدين حلمت ان انا قاعده في مكان عالي كده، راح لامي في مكان عالي كده، وقاعد جنبها ابن اخويا اسمه محمد، وبعدين قاعد على السرير كده ورجليه مش نظيفه خالص وهو قاعد. فهي قالت لي انا عايزه اخرج هدوم ابوك المتوفي بس مش عارفه اوديهم فين. فاخ من اخواتي قال هنوديهم فين، سيبهم متعانين. قلت له لا انا عايزه اخرجهم، هتديهم لكريم ابني يوديهم لجمعيه رساله. فقالت لي طيب خديهم وانت نازله، اديهم لكريم، اديهم لجمعيه رساله. وبعدين قال لي وانا جاي انزل، فهي قالت لي استني خدي انت معاك فلوس. قلت لها لا ما معيش. قالت لي طب خدي ال 20 جنيه دي بتاعتك. ده حلم. الحلم كمان وهقول لك مين بس. مين اللي اديتك ال 20 جنيه؟ امي الله يرحمها المتوفيه يعني. هو انت لسه عايزه خلفه تانية؟ يا ريت يعني.
ان شاء الله. ما هي دي بشرب الحمل بامر الله، لان هدوم الميت لما تطلعها وتطلعها للرساله وان هي في محمد ورجله مش نظيفه. هو انت نفسك في ولد يا مدام جان؟ لا انا معايا الولد، نفسي في بنت. نفسك في بنت؟ اه. طب الحمد لله، لان الولد هنا اللي رجله مش نظيفه فهو بيدل على الامر اللي مش هيتم معاكي، خاصه لو في ولد، لو انت عايزه ولد، لان هنا رجله مش نظيفه. فكويس الحمد لله ان انت عايزه بنت. موضوع ال 20 جنيه فهو بيدل على الخلفه والعطيه الطيبه من ربنا، سواء ده ولد ولا بنت، ولكن هو احتمال والله اعلم يعني يكون ولد، والله اعلم، لان هي 20 جنيه والله اعلم. طب معلش يا استاذه منى الله يكرمك، انا حلمت ان ابني ابني كبير يعني، حلمت ان هو جاي انا والده ووالده بنت، وجاي اديها لي وهي جميله قوي، فبيقول لي ماما انا جبت، انت جبت بنت صغنونه، هي ماما قومي فوقي شوفيها. بس يعني. طب كويس الحمد لله، ربنا هيرضيك ويديك ان شاء الله، لان البنت الجميله ديت هي الدنيا، والطلب اللي انت طالباه من ربنا ان شاء الله هيدولك في الدنيا، والله اعلم يا مدام جيهان. شكرا ليكي جدا. ام رميساء السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخه منى؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. آه عندي حلمين كده ان شاء الله. اول حلم حلمت ان والدتي المتوفيه كانها عندي في المطبخ، بس كان انا في شقتها القديمه يعني مش في بيتي، وكانها جايه بتقول لي تعالي يلا عشان تروحي للدكتوره. فقلت لها دكتورة ايه؟ قالت لي دكتورة النساء، انت مش عندك ميعاد معاها وكده؟ قلت لها اه ماما. طب خلاص هاخد مرات اخويا معايا. قالت لي طب خلاص قولي لها تلبس وايه عشان اخد كنترول اتنين. قلت لها طب خلاص ماشي. وهي كل ده وهي واقفه في المطبخ مش ما اتحركتش. ففعلا طلعت في الصاله وكده لقيت زي يكون يعني اخو جوزي ومعايا واحده كده شكلها حلو بس انا ما اعرفهاش في الحقيقه ولابسه دهب كتير. فبتقول لي انت معاكي دهب ايه بقى؟ فلقيتها يعني زي ما كان عايزه تتأنزح عليا او حاجه زي كده يعني. فقلت لها عموما على فكره انا معيش الا ثلاث خواتم بس. فقالت لي ثلاث خواتم بس؟ قلت لها اه، وفي خاتم كده جوزي جايبه لي جديد ده لازوردي. فراحت قالت لي طب وريهم لي كده وعايزه تقلعهم لي وتتفرج عليهم. فلما لقيتها عايزه تخلعهم من صوابعي وكده ما رضتش يعني. فبس وشفت في ايديها فعلا ذهب كتير وحاجات كده وما رضيتش اديهم لها ومشيت تاني. وبس ورجعت لوالدتي، ده اول حلم. طب ثلاث خواتم في خاتم غالي مش كده؟ ثلاثه اه 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 اللي هو اللازوردي ده هو ده اغلى واحد فعلا. طيب هو كده انت معاكي كام من الاولاد؟ انا معايا بنوته. بنوته. طيب يبقى ان شاء الله احنا الخاتم الغالي الجميل ده هو الولد. الخاتم اللازوردي ده هو الولد؟ اه. اما الثلاثه بقى الاولين نقول والله اعلم واحده منهم معاكي، فاضل بنوتين ولد. حلو الحمد لله، لان في عندنا دكتوره امراض نساء الاول. أيوة. والست اللي بتتكلم تاخد منك الاولاد دي في كلام من ده، ففي حد بيحسد عيشتك، في حد حاسد حياتك، حد بيحسدك. مش عارفه يا شيخه منى، انت على طول على فكره كل احلامي بتقولي لي ان في حد بيبص لي في عيشتي. لا والله احلامك كلها كلها يعني. انا لسه برضو انا بتاعت الحلم اللي كنت قايله لك ان انا يعني من اسكندريه من ابو قير، وماما يعني كان في بحر وقالت لي انزلي وانا قلت لها لا البحر عالي. سبحان الله الحمد لله كله مرتبط ببعض اهوت، لانها بتقول لك هاتيهم هاتيهم من ايديكي. لا وقلت لي حضرتك كمان ان في ناس انت هتتصدمي فيهم، البحر العالي ده قلت لي في ناس هتتصدمي فيهم انت بتحبيهم اه لما 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 الموجه عالت وانت كنت فوق بتبصي والدتك بتقول لك انزلي. ايوه انا قلت لها لا مش هقدر انزل الموجه عالي. صح. طب انت بقى انت اهتمي بقى بعيشتك وخلي بالك من حالك. انا يعني بص عايز اسالك سؤال، انا مثلا بعامل الناس بما يرضي الله، ويعني الحاجه اللي بقدر اعملها، انت كنت برضه نصحتيني قبل كده ان ربنا جعلك رحمه للناس تتكلمي معاهم باسلوب كويس، لو في مساعده في ايدك تديهم مش عارفه ايه، انا بعمل كده. انت كده؟ اه. طب خلاص يعني بس حرصي بقى، بصي حرصي عيشتك، عيشتك تبقى بعيده خالص عن اي حد، ما تتكلميش في اي حاجه تخص معيشتك مع حد. اه. ما تخليش حياتك مطمع لاي حد ان ينظر لها ويبص عليها. انت عندك دلوقتي ما تعرفيش مين الكويس من مين الوحش، كله اختلط ببعضه. اه اه. وخاصه الوحش بقى بيتكلم دلوقتي احلى من الحلو. فما عدتيش تعرفي تفرقي ما بينهم. يعني اعمل ايه؟ طب ما اعملش الناس كويس؟ عم ربنا لا عم بقى ربنا اهم حاجه، بس ما تحكيش عن اي حاجه تخص بيتك لحد. ما بحكيش والله. بس دي اهم حاجه، لان انت حالك منظور جدا جدا جدا، حياتك مبصوص لها، حتى الخاتم في ايديكي عايزه تاخدهم من ايديكي. ايوه فعلا والله يا شيخه منى. فخلي بالك انت من حياتك، اعمل اللي انت عايزه، لكن بيتي لا، ابعد بيتي خالص عن المجالات بتاعتي كلها. ايوه انت فاهمه، وخلي بالك بس من حياتك ومن عيالك. الله يخليك. حلمت تاني يا شيخه منى، حلمت ان زي ما يكون شقتي قصاد يعني شقتي قصاد شقه حماتي، بس الحقيقه مش كده يعني. وكان في ميه جايه من شقه حماتي على شقتي، ميه يعني ميه حنفيه، بس ميه ياما جدا، بس ميه شقتي ميه كويسه. اه ميه حنفيه. اه. فحماتي بتقول لي بتزعلي كده، بتقول لي انت سايبه الميه كده مغرقه الشقه، ينفع كده العفش كله باص كده؟ اه. ماما الميه دي مش من عندي على فكره، دي من عندك انت وجايه على شقتي. اه. فراحت بصلي كده قوي وراحت ساكته. بعد كده لقيت اخو جوزي جاي وبيقول لي معلش طب تعالي خدي حاجه حلوه في بقك، وراح اديني ايه حته جاتوه كده واكلها لي. طب الحمد لله. اتحرجت منه. اه.
وفي الحقيقه يعني انا ما فيش علاقه بيني وبينه، انا منتقبه وما يعني ما بكلموش. لا ما هو موضوع الميه انها تدخل وتطلع من عندها عندك وبعدين تقول لك الميه من عندك على عنده يجي يديك حته الجاتوه ديت، فمعناتها التلكيكات اللي ما بتدومش او المشكله اللي ما بتدومش ما بتطولش يعني، بتبقى على ادفع الاسباب كده، حاجات بتحصل كده صغيره خالص يعني، ممكن الزعل بتاعها ما يكملش ما يطولش زي بقيه الاهالي ما بتحصل يعني، لان هم عارفين ان انت كويسه، والحاجه الحلوه اللي بيحطها لك في بقك وكده فهم عارفين انك كويسه، بيقعدوا يعتبروا مع نفسهم من وراك ان انت كويسه، ولكن معلش ما هي دي الحياه بتاعتنا الطبيعيه يعني، والله اعلم. فاطمه سلام عليك يا فاطمه. عليكم السلام. اتفضلي يا حبيبتي. انا بس كنت عايزه اقول حلم لاخويا. لاخوكي؟ اتفضلي. اخويا حلم ان هو كان، كنت انا وهو وماما قاعدين في محل عصافير، عصافير كتيره جدا، فكنت انا كان في حد ماسك قفص في عصافير كتير. الراجل كان في واحد معانا تاني فتح القفص وبياخد عصفوره، فقام طيار فيه، كانت عصافير معينه تانيه طارت. العصافير اللي معاك انت طارت؟ اه بس كنا في نفس، كان في نفس القفص. اه فراح اخويا وقف قاعد يزعق لي يقول لي انت ازاي تفتحي القفص وازاي تطيريهم وكده، هو عصفور واحد بس اللي طار. عصفور واحد؟ والباقي فيه قد ايه؟ لا كان كتير في القفص، وهو اصلا محل مليان عصافير كتيره جدا. بعدين بس. واخوكي خد ايه؟ خد عصفوره حطها في القفص؟ لا ما خدناش حاجه. ما خدتوش حاجه. هو اخوكي مش خاطب؟ لا مش خاطب. وانتي؟ لا برضه. انتوا الاثنين لسه في حد غيركم لسه برضه؟ لا مفيش. هو عامه هو هنا العصافير طالما كتيره في مكان وفي عصفور طار وفي الباقي موجودين في المكان، فبيدل على الناس اللي هي مالهاش ذكر يعني مش مذكورين بره في وسط الناس قد كده. معايا فاطمة؟ أيوة يا فندم. طبعا ده من عدم الاندماج مع اللي حواليكم، فانتوا بتأثروا من المشاكل، ما بتحبوش الاندماج عشان المشاكل، ما يجيبش بعد كده مشاكل. تمام. دي العصافير اللي في المحل الكتيرة. ولكن انتوا محتاجين الود ما بين الناس وما بين بعضها عشان تتذكروا، والناس تبدأ ان هي تجيب في اسمكم وكده، يبقى في ايه؟ تواصل بينكم وبين الناس. تمام. عشان انت ربنا يكرمك وهو ربنا يكرمه برضه إن شاء الله يا فاطمة. شكرا ليكي جدا يا فاطمة. نادية السلام عليكم يا نادية. نادية ارجع لنا بالسلامة ان شاء الله. هاخد رسالة بسرعة بتقول حلمت ان سلفتي بتطلع ملابسي من دولابي وهي بتضحك وبتقول لي انت ماشية. هي المعاداة في الكلام يعني، في يعني ممكن تكونوا بتعاندوا بعضكم في الكلام، او هي بتعاديكي في كلام من وراك بغمز ولمز او بغيبة ونميمة كده، طالما هي بتطلع الهدوم بتقول لك انت ماشية، فربنا يصلح لها حالها يا رب. هاخد معايا عبير. السلام عليكم يا عبير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا عبير. لو سمحت انا حامل. الف مبروك. الله يخليك. فسلفتي حملت لي ان هي ان انا اشتريت شقه في دمياط، واحنا ماشيين فبقول لها ده انا معايا فلوس في البنك، معايا هي مش فاكره انهم 20 او 30 الف. كام الفلوس كام؟ 20 او 30 هي مش فاكره. 20 او 30 ها. فبعدين قالت لي انا حلمت ان انت راح بتقول انا هشتري شقه في دمياط. بس كده الحين ده اول حلم. طب ما هو الشقه هو الحمل، اما انت 20 في 30 فانت عايزه تعرفي الحمل اللي انت في بطنك ايه، انت ما عرفتيش؟ اما الدكتور بيقول لي بنت. وانت عايزه ولد يعني؟ اه طبعا كنت بتمنى من ربنا يعني. ربنا يديكي، بس هنا عندنا 20 و30 والشقه موجوده اللي هو الحمل اللي في بطنك، اما 20 و30 فمش معروف ولد ولا بنت. والله اعلم يا عبير. طيب ده اول حلم. اتفضلي. تاني حلم انا حلمت ان جارتي دي متوفيه. فجات تديني فلوس فبتقول لي انا كنت واخده 15 جنيه من جوزك. انت اللي واخده؟ هي اللي واخده من جوزك؟ ايوه جارتي المتوفيه دي. ها. فبعدين هي بتقول لي خدوهم. قلت لها لا مش هاخدهم ده ما هوش موجود. فبنتي قالت لي يا ماما انا عايزاهم عشان ادفعهم للدرس. هاخد منهم 11 جنيه وادفعهم للدرس. بس كده الحين. لا هو الفلوس دي الفكر اللي انا واخداها من جوزك، فهو الفكر انت نفسك تجيب الولد عشان جوزك. طب معلش يا استاذه منى في حلم كمان معلش. حاضر اتفضلي. والله اعلم اتفضلي. انا حلمت ان انت متوفيه. فحلمت ان جدي بيقول لي تعالي نضف الارض عشان نزرعها. مع ان انا مش بزرع يعني ولا بعرف الحاجات دي. فرحت معاه فقعدت انضف الارض انا وحد معايا بس مش فاكره مين. فبعدين جبت اربع جراجل ومليتهم عشان اسقي الارض، اجهز له الارض يعني عشان يزرعها وكده. وبعد ما روحت لقيت حماتي الله يرحمها جايالي وبتنادى عليا بتقول لي انت بتغسلي؟ قلت لها ايوه. قالت طب معلش خلعت لي الجلابيه اللي لابساها وبتقول لي خدي اغسليها. فانا قلت لها طيب بس الميه مش نظيفه ان انا اغسلها لك. فانا هغسلها لك حاضر بس انا مش عارفه اغسلها يعني الميه مش نظيفه.
بس كده الحين. هو انك بتزرعي فانت بتعملي الخير ونفسك ربنا يتمم لك حياتك بالواد والبنت، وموضوع ان انت جايبه الجاكن بتاعه الماء وكده فبيدل على ان انت انسانه عطاءه، انسانه كويسه، انسان ما بتستخسرش حاجه في حد طول ما لقيت فيها انها تقلع لك العباءه وانك تقول لك اغسلها لي وكده. فهو الخير اللي انت بتعمليه او الصدقات اللي انت بتطلعيها لها لو افتكرتيها. فست راضيه بتقول لك اغسلها لي يعني افتكريني، والله اعلم ربنا يديك يا عبير يا رب اللي انت عايزاه يا رب. ام ايه السلام عليكم يا ام ايه. السلام عليكم حبيبتي، ازيك يا زميلي؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. عشان عندي حلمين صغيرين كده حضرتك. حاضر اتفضلي. انا حلمت ان انا ماشيه انا وبنتي ومراتبني في السوق، فقابلت دورتي وبنتها. فبنتها بتقول لبنتي ايه، مش انا جاني عريس واشتريت فستان اسود عشان احضر بيه الخطوبه؟ بنت دورتك. فبنتي قالت لها وانا كمان جاني عريس. وانا كمان جاني عريس. قالت لها خلاص خدي العبايه السوداء تلبسيها انت الاول. بس هو انت دلوقتي جوزك لسه موجود معاها؟ موجود معاها. هو ان البنات تقابل بعضها وتقول على الفساتين وكده فبيدل على ان الكيد فيه هنا كيد. بيدل على الكيد وبيدل على المنافسه. المنافسه على حاجه واحده، على حاجه معينه. اللي ممكن يكون الزوج. يعني انت بتقولي مين اللي هتراضيه اكتر او مين اللي هتكسبه اكتر، مين اللي هتكسب قلبه اكتر، كلام زي ده يعني. والله اعلم. طب ابني حلم برضه في نفس اليوم بان قابل برضه اخته اللي هي من ابوه ديت، قاعدين في قلب شقه فاضيه كده وبعدين بيوضبوا فيها. لوح الازاز بتاع الشيش اتكسر. اللي عندهم هم؟ اللي عندهم؟ لا هي شقه كده بيقول لي مش عارفين شقه مين، انما هي شقه فاضيه يوضب فيها هو واخته ديت. فالازاز اتكسر، فراحت هي ماسكه الازاز كسر الحته المكسوره وراحت معلقه الحته السليمه في الشيش وقلت له بقى كده هيبقى كويس. بس. ده والله على فبيدل على مرض الست، مرض ست، مرض واحده ست. من هي الله اعلم، ولكن ده تعب في الست لان الازاز اللي وقع من الشباك فبيدل على الست وصحتها ان هو ينكسر وبعد كده تعلقه وتقول كده هيبقى كويس. فالست اللي هتدل على ان هي هتعافر مع نفسها، ان هي تحاول مع نفسها تبان صحتها ان هي كويسه قدام اللي حواليها. والله اعلم. شكرا لك يا ام ايه. رضوى السلام عليكم يا رضوى. رضوى، رضوى معايا؟ ارجع لنا بالسلامه يا رضوى. ام اسراء السلام عليكم يا ام اسراء. عليكم السلام. اتفضلي يا ام اسراء. طب ثانيه واحده بس عشان هو مكتوب في ورق. هو ايه؟ طيب. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. انت يا ام اسراء ولا انت اسراء؟ انا اسراء. ايوه كده صح، اتفضلي. ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اتفضلي. بقول لحضرتك انا حلمت ان انا طايره في الفضاء. انا واحمد اخويا. انت واحمد اخوك؟ وماشي على الكواكب وبعدين جيت على كوكب الارض ونزلت. نزلت في بيتنا القديم. كانت عمتي وجوز عمتي وبنت عمتي هناك. كنا نايمين على السرير. وبعدين نزلت الشارع. احمد اخويا وايه كانوا قاعدين في اخر الشارع، احمد وايه. وبعدين في محل في نص الشارع قاعد عليه واحد اسمه عم فتحي. عم فتحي؟ هو ده مات اصلا. هو كان جارنا زمان. وبعدين رحت على اخر الشارع اتلقيت اسوره وساعه الماظ في ايدي. وبعدين بابا جه قلت له يا بابا بيعهم وخلص عمه من البيت. وبعدين جيت عمه السيد مسك ايدي وقعد يشدني يشدني جامد وراح رايح على المحل اللي قاعد عند عمو فتحي ده وقاعدين ده من جوه يعدوا يعدوا. رحت ماسكه مفلصصه ايدي من ايده جامد ورحت رايح على اول الشارع. بس هو انت عندك كام سنه يا اسراء؟ 19. على وش جواز يعني؟ مش كده؟ طب هو انت موضوع الكواكب اللي انت بتمشي عليها وكوكب الارض اللي انت بتنزلي وكده فانت بتحبي دايما الحاجه الواقعيه. بتتعمل من الخيال، مش عايزه خيال لان انت مش بتاعت صدمه. انت فاهمه؟ في علاقه بينك وبين حد دلوقتي؟ لا هو في حد متقدم لي وصليت استخاره وكده بس مرتاحه يعني عادي. ما هو موضوع فتحي، عمك فتحي اللي هو جالك الله يرحمه، ففتحي من الفتح الطيب عليكي. وموضوع ان هو يمسك ايديك امامك ويبقوا في موضوع البيت وتقولوا له اشتري البيت انت من امام يا بابا او خلص امامه والساعه الالماظ والحاجات الالماظ دي. فان انت استعنتي بربنا في الامر اللي انت فيه ده. الالماس ده هو القران الكريم. فشاب حلو يا اسراء، الحمد لله يعني رؤيا مبينة ان هو كويس وانت انسانه كويسه محترمه وعايزه الجديه. ايوه فاهماني يا اسراء؟ فاهمه. وهي
وهي بنت خالي برضو حلمت ان انا قاعده مع واحد واعطيني برضو اسوره الماظ. طيب خلاص يبقى ابن حلالي يا اسراء، توكل على الله والف مبروك ليكي يا اسراء. ربنا يخليكي. شكرا لك يا حبيبتي، شكرا لك جدا. اعزائي المشاهدين فاصل سريع جدا وارجع لكم تاني ان شاء الله. رؤى الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهل يحكو لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لها فعل وأقدار. سنعود. ألف مبروك ليكي وأنت كمان، ألف مبروك ليك. أنتم ياللي شايفيني ومتابعيني، أنتوا عارفين أنا ببارك لهم ليه؟ ببارك لهم عشان اشتركوا معنا في شموع الفرح. المشروع ده احنا عملناه عشان حاجة، عشان نحل مشكلة العنوسة ذات نفسها مش الجواز بس. ما تدوريش وما تقوليش خلاص أنا مش هتجوز، لا هتتجوزي بأمر الله. فأنا كل اللي طالباه منكم هترسلوا بياناتكم بس، كل واحدة بمواصفات شريك حياتها، وأنت اللي أنت عايزها بمواصفات شريك حياتك، بس أهم حاجة طبعًا التدين والأخلاق. وعلى فكرة من خصائص البرنامج بتاعنا السرية التامة. كل اللي مطلوب منكم رسالة على الرقم ده. وفي حاجة كمان عايزة أقولها صغيرة خالص، أنت سرك اللي أنت هتبعتهولي بالمواصفات باسمك برقم تليفونك في الودن الشمال، وأنت كل حاجة تخصك وأسرارك واسمك في الودن اليمين، بس كل اللي هيظهر عشان نأكد لك إن أنت رسالتك وصلت لنا، هتلاقي للتأكيد أكتر هتلاقي الاسم موجود آخر رقمين من رقم تليفونك فقط لا غير. وطبعاً أنتوا عارفين مصداقية البرنامج، وإن شاء الله في أقرب وقت هنبدأ إن إحنا نعرف مين اللي اتجوز ونذيع مين اللي اتجوز، عشان الأمل والبسمة تدخل في قلوبنا كلنا إن شاء الله. عايزين نشوف العريس والعروسة الناس الجادة فقط لا غير، عشان نفرح ونفرحكم كلكم. انت عايزة اقولك على حاجة، موضوع الخطبة ده من زمان، ولكن احنا طورناه فكر جديد جدا وشيك جدا، فما تقلقيش وبعتي وهتكون في سرية تامة مع اختك منى اللي انت بتثقي فيها. يلا ان شاء الله مستنياكم عشان تفرحوا ونفرح كلنا معاكم مع شموع الفرح. من منا لا يتذكر حلما واحدا في حياته لا يكف عن ملاحقته ويأخذ مساحة من تفكيره؟ أسرار كثيرة نريد معرفتها. كيف نفهم أسرار لغة النوم؟ هل هي فراسة وإلهام أم هي خواطر؟ سنعرف الكثير من الأسرار مع معبرة الأحلام منة الله في برنامج أسرار الرؤى، يأتيكم في الأوقات التالية. تفسير الأحلام ده علم كبير، والكل حلم دلالة ومعنى، وعشان ما تبقاش عارفين تفسيرها لازم نسأل المتخصص فيها. لو عايز تعرف تفسير أحلامك اتصل على خط تفسير الأحلام 1756. للمشاركة عبر الرسائل في البرامج الطبية وبرامج الأحلام والرقية الشرعية فقط أرسل رسالة على الرقم المرادف لبلدك. Thank you.
الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار وشيء في دواخلنا له في النفس آثار فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام فرؤيا الحق في الإسلام لها فعل وأقدار. أعزائي المشاهدين أهلا بكم بعد الفاصل. هاخد معايا أم أحمد. السلام عليكم يا أم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذة منى؟ إزيك يا حبيبتي؟ اتفضلي يا أم أحمد. حضرتك طيب؟ أنت طيبة حبيبتي. اتفضلي. والله حضرتك بنتي صلت صلاة استخارة عشان الحمل من كام يوم وبعدين حلمت اللي هي في عيادة الدكتورة وأنا قاعدة بستنى، هي المفروض رقم واحد في الكشف، فبعدين اتفاجئت لقيت العيادة ما عادش فيها اللي هي واحدة معاها، يعني هما الاثنين بيتكلموا انت عليك الدور انا علي الدور. فقالت لها قالت لها بنتي هندخل للدكتوره وهي تقول مين اللي عليه الدور. فقالت لها ان هي اللي عليها الدور فعلا. فلما دخلت لها قالت لها مسكت صبع ايدها وقلعتها الخاتم وفضلت تقلعه لها وتلبسه لها. تقلعه لها تلبسه لها كم مره والاخر سابته لها في صبعها وقالت لها انت هتحملي بس لما في جهاز هتشتريه ب 1000 جنيه صبعك ما فيهاش عقل. فهي هو في الصيدلية الجهاز ده قريبة مني من هنا مش هتلاقيه إلا في الصيدلية دي. فأنا قلت لها في يعني أنا اللي قلت لها في الحلم خلاص ما فيش مشاكل هشتريه لها أنا. فقالت لها الدكتورة خلاص بس إن شاء الله مش هتحمل إلا ما العقل دي يعني يبقى في صبعك عقل لأن صبعك ما فيهاش عقل. فمعنى تفسير الحلم ده إيه؟ هو تم الحقن مش كده؟ هو احنا الوقت بنستنى، هي كانت عطيالها حقن منشطات وكلام من ده فلسه، فلو حقنا هيبقى ان شاء الله للشهر الجاي. هي بصي هو من الخاتم اللي هي تبقى عليها الدور والخاتم يطلع ويدخل يطلع ويدخل وتقول لك في حاجات او فيها حاجات غاليه، والدتك هتشتريها لك من الصيدليه. فهي معناتها ان هي سايبه الحقن المجاري ده اخر حاجه. ايوه. فمعناتها ان شاء الله بامر الله في نتيجه من الادويه او الحاجات اللي هي مديها لها والحقن اللي هي عطيالها. الحقيقه معلش لحظه، هي في الحقيقه شاريه لجوزها علاج فعلا ب 1100 جنيه. لا هو في علاج وفي ادويه بتتاخد هتكون سنه وان شاء الله في الحمل اكتر. او ومعنى عقل الصبع يا استاذه منى؟ لا هي المحاولات في الحمل قبل كده اللي فشلت. ايوه. دي اللي هي الخاتم بيدخل وبيطلع ده. بس هي في الاخر يعني سابت لها الخاتم في صباعها دخلته لها بقى ثبتته لها. لا بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمها بالولد ان شاء الله بامر الله. وهي كانت رقم 12 في الكشف لما دخلت. لا ما هو 12 فبيدل على الراجل ومراته اللي هم نفسهم في الخلفه نفسهم في العيل. ايوه. هي بصها نفسهم في العيل جدا. وطالما انت قالت لها والدتك هتروح تشتريهم هي من الصيدليه لان الجهاز غالي وانت قلت راح اجيبهم من الصيدليه فان شاء الله ربنا يكرمهم بالخلفه ان شاء رب العالمين، واحتمال الموضوع يجي طبيعي والله اعلم لان كده عندنا في ادويه فيها علاج اهوت وفي منشطات فربنا يديها يا رب. قولي لها بشرى طيبه ان شاء الله. مع مين؟ ام رميساء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا شيخه منى انا يعني انا بحبك والله. بصي كدلك الاحلام بتاعتي كلها عشان اقولها لك. حاضر بس انا عايزه كده تجيبي حد غير رميساء كده اسمي يبقى خفيف بسرعه من تقول. حاضر. ام عمر حلوه اتفضلي. الله يكرمك يا رب. بصي حلمت ان حماتي كانها بعتت لي ستات عشان يتعاركوا معايا. بعتاني يعني في حياتي عارفاهم. حماتك بعتت لك ايه؟ ستات. ستات عشان يتعاركوا معايا. هم جيراني في الاصل عارفاهم يعني. وخدوا حاجاتي الشخصيه من دولابي وقعدوا يوروها للناس. برضه. وانا بصيت لهم ببرود يعني انا كان انا الموضوع مش فارق معايا. وتعاملت عادي جدا. بعد كده لما لقوني انا بتعامل معاه عادي وكده فتاسفوا لي. وحسوا ان هم يعني غلطوا في حقي وان انا ما استاهلش منهم ان هم بيعملوا ده. وبعد كده انا كل ده كنا على السطح يعني سطح البيت. بعد كده نزلت من على السطح لقيت حماتي في وشي. ولقيت في يعني هي تقريبا واحده ست كمان معايا عايزه تضربني. وكان معايا جوزي. فجوزي بيقول لي ايه طب يلا بينا نمشي. فلقيتها واقفه كده وعايز تاخد بنتي مني فقلت له لا احنا مش هنمشي. انا كنت الاول كنت عايزه امشي بس دلوقتي طالما انت معايا وجنبي انا مش همشي. اطلع تاني. وفعلا طلعت تاني فوق السطح. ولقيت في خفاش كبير جدا في عماره في وشنا. يعني في ظهر البيت بتاعي. العماره ديت في خفاش كبير جدا يا شيخه منى مرسوم على العماره ومكتوب عليه كده على جناحاته الاثنين جناح اللي هو الشمال مكتوب مخطط اليهود والنصارى. بس على كده. بصي هو انت واضح انك ملتزمه والتزامك ده مدوخ ناس حواليك ومدوخ ناس جدا حواليك. هو التزامك التزامي؟ التزامك التزامك بنفسك الحمد لله وبدينك وانت بتقولي انك منقبه. ايوه الحمد لله. وجوزي برضو يعني الحمد لله ملتزم. الناس اللي هي بعتبها عشان يتعاركوا معاك وكلام من ده والخفاش اللي انت شفتيه فبرضه مش عارفه ايه حكايه الدراب بتاعك اللي محيرك في احلامك كلها ده.
الدولاب بتاعك ده مشكله، الدولاب ده يسرق هدومي دي تعب الناس كلها انا عارفه. اه ما الدولاب ده مشكله عندك، فانا مش عارفه انت تعبه منها ولا منها ولا منها، لان في ناس عايزه تعرف سرك مش عارفه، مش عارفه توصل لك بقى، لان من الملايين ان انت بتعرفي ازاي تداري على امورك يعني. حتى والله خالص انا يعني انا مستغربه لما انت بتقولي لي يعني ما بتحكيش امور بيتك، انا من النوعيات اللي ما بحكيش. لا ما اصل انت شفتي بقى هنا الخفاش، والخفاش مكتوب عليه ايه على الشمال؟ مخطط اليهود والنصارى. طيب انا عايزه بقى عايزاك تخلي بالك من جوزك ومن نفسك، لو لقيت ان اوضاعكم مش مظبوطه اعرف ان في حاجه عندك مش مظبوطه تخص السحر حصلت. هو فعلا يا شيخه منى كان قبل كده في مشاكل، وكنا يعني انا وجوزي يعني انفصلنا عن بعض، بس مش طلاق يعني، سبت البيت حوالي كام شهر كده. صح كده. وكنت بحلم اثناء الشهور ديت، انا فعلا كنت عايزه اقول لك احلام كتيره قوي في خلال الشهور دي بقى. يعني حلمت من ضمن الاحلام ديت ان في واحده انا برضه عارفاها وبتيجي البيت عندنا هنا، ديت كانها جايبه تعبان كبير جدا، وبتشاور عليه ان هو يجي عليا يعني، وفتح بقه عليا هياكلني. ربنا الموكل. جن موكل. سبحان الله. وبعد كده فانا بقول لها انت بتعملي كده ليه، انا ما عملتلكيش حاجه وحشه. فلقيتها بتقول لي لا انا ده انا جايباه بس عشان اشوف في حاجه هنا يعني هتضرك ولا لا، ده انا مش جايباه عشان ياذيكي. قلت لها لا انت جايباه عشان ياذيني، وربنا حاميني وان شاء الله ما فيش حاجه هتحصل لي. نعم بالله. ورحت فعلا قافله الباب عليا وعليه، وزي ما كنت قاعده اقرا قران، بس انا مش فاكره انا كنت بقرا ايه. فلقيت ايد نازله من السماء، وما شفتش طبعا يعني الايد دي جايه منين او ليها واصله، هي الكف بس اللي شفته، كف ابيض كده نور. وكان الكف دوت بيحوش عني. فلقيت التعبان ده يا شيخه منى بقى يصوت كانه يعني سبحان الله، ولقيته بي 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 بيتقطع، ولقيته طالع على البلكونه على سور البلكونه ومات. هو انت الفتره دي كانت اعصابك تعبانه عن جوزك؟ جدا جدا. انت كنت دايما عصبيه وصوتك عالي، هو كان اهدى منك شويه. لان انا كنت مظلومه، وكان يعني يعني الحمد لله يعني. ما هو عشان الجناح اللي اليمين بتاع الخفاش كان فاضي، لكن اللي مكتوب عليه اللي هو الشمال. لا الاثنين كان مكتوب عليهم ده يعني اليمين والشمال مكتوب عليه اليهود والنصارى. الاثنين كانوا مكتوبين يعني راجل والست. طيب يعني الحال عليك وعليه. بس دي بس سؤال مهم، الست دي هي اللي كانت سبب في السحر؟ لا الله اعلم، لا الله اعلم. ولكن في بتقولي عليا وانت قلتي لي ده جن موكل. جن موكل، طالما التعبانه بتشاور للتعبان انه يروح لك انت يعني. طيب. هي اللي مثلا كانت سبب، لان انا كنت شاكه فيها واستخرت ربنا، ويعني برضه في رؤى كتير برضه دلت ان هو انت كان في حاجه يعني، كانت في فعلا حاجه معموله لك بالفعل. ايوه اللي انا فرق بيني وبين جوزي، وكان في الحمل كان مقطوع عني سنتين. صح كده. صح كده. طيب انا بقول لك في احلامك كلها في الدولاب والتفتيش في الدولاب، معناتها ان في حد عايز يعرف اسرارك اهوت في الاحلام كلها. طب حتى بعد ما رجعت يا شيخه منى برضو الاحلام برضك في حلم تاني برضو لسه حلمها برضو من قريب، ان في فرتين بتجري ورايا على السطح. وانا ضربتهم. بس ما كنتش خايفه منهم. وانا كنت يعني بتعامل عادي، اللي انا يعني مش خايفه منهم قوي يعني، فارين بضربهم بس مش خايفه منهم. لا ما ومرات اخويا راحت حذرتني قالت لي على فكره ان انت عادي بتتعاملي معاهم عادي، دولت هيعضوكي. صح كده. في لما هي حذرتني راحوا طلعوا لي نيابهم بقى، وبنوا على حقيقتهم بقى ان هم فعلا مش سهلين يعني، هم هياكلوني بجد. صح. فمرتهم بقى بعصا من حديد. هم اتنين ستات قريبين منك جدا. ستات قريب يعني في نفس البيت مثلا؟ الله اعلم، لكن هم على السطح فهم قريبين منك. اختك بتقول لك او مرات اخوك بتقول لك مش عارفه ما تخافيش منهم باين او ايه، او حرسي منهم، فمعناتها الله اعلم ان انت تحرسي بقى من الناس اللي حواليك، طالما انت كان فعلا معمول لك سحر من البدايه وحصل مشاكل بينك وبين جوزك، وربنا يهدي لك حالك يا رب. دايما القران وروك الشرعيه، وانت يعني الحمد لله انت كويسه وملتزمه يا ام رمي، يستقف ربنا يهديك يا رب العالمين وتجيبي عمر كمان ان شاء الله. ريهام سلام عليكم. ريهام ازيك يا زلمه؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي. انا والله مستكلمك من زمان. انا تحت امرك يا حبيبتي. انا عندي حلمين عايز توصلهم لي. حاضر اتفضل. الحلم الاولاني حلمت ان انا في شقه واسعه قوي. وبفرش سفرتين للاكل، سفره للستات سفره للرجاله. بسم الله ما شاء الله عليكي. كنت بعمل الاكل بطاطس وجبنه قريش بقوطه وبيض، وكنت عازمه على الاكل مامت واحد زميلي اسمها امل. زميلك؟ ومرات عمه اسمها ايمان. وكان معايا استاذ عصام، ودوت برضه يعني زي مديري في الشغل. واستاذ ناصر ده مدير الحسابات. وكلهم كانوا عايزين بياكلوا على الترابيزه. بعد كده قمت في المطبخ وكنت واقفه على البوتاجاز بحضر اكل. بعد كده جم ناس زي ناس غريبه كده تبعهم هم. تبع طنط امل وطنط ايمان. ففردت الستاره بتاعت المطبخ وطفيت على الاكل. بعد كده لقيت طنط ايمان طنط امل اللي هي مامة زميلي دوت بتلبس عيل صغير صندل او كوتشي. لقيتها موطية في الارض وحاطه وشها على الارض. بس وسابني الحلم على كده. طيب وان شاء الله يا ريهام في فرحة خاصة بيكي انت، ليكي انت جايه لك خاصة بيكي انت.
انت فاهمة؟ اه. لان السفرتين والاكل انت بتحضريه واللي هو صاحبك اللي في الشغل وكلمة امل واللي تعزمي ناس واللي انت في المطبخ وبتدفعي على الاكل واللي انت بتلبسي، هي بتلبس الواد الصندر وبتبص في الارض، فبدل على فرحة ان شاء الله خاصة بيكي انت جايلك بسرعة جدا والله اعلم. شكرا لك يا ريهام. شاهد السلام عليكم يا شاهد. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا شاهد، اتفضلي. ازي حضرتك يا شيخ؟ ازيك يا حبيبتي، اتفضلي. ممكن بس بعد اذنك تقولي لي بعد ما اقفل؟ ان شاء الله. حاضر. طيب انا حلمت ان انا اخويا الاصغر مني معاه كلب، معاه كلب ماسكه في ايده، بس الكلب ده على هيئه يعني شكله وحش قوي قوي، شكله يخوف قوي. اه. فانا ماشيه كده فبقول له يحيى انت ايه اللي ماسكه في ايدك ده؟ فقال لي كلب. فالكلب دوت يعني هو ماسكه بحاجه كده في ايده، فالكلب ده يعني اتشم من ايده كده، فهو قعد يجري ورا اخويا وانا خايفه قوي على اخويا. فانا لقيت زي عربيه كده، فدخلت اخويا تحت العربيه، بس انا عماله يعني اداري اخويا بعيد عن الكلب ده، والكلب ده مصمم عايز يعض اخويا انا، فانا عماله اداري منه وهو مصمم عايز يعضه. فانا فضلت ماسكه في ايد اخويا وطلعنا اجري انا وهو اجري يعني لقيت زي سور مدرسه كده، فيعني حدفت اخويا في ورا السور دوت، فرحت انا نطيت وراه السور دوت، بس انا لما نطيت ما لقيتش اخويا، انا نطيت زي لقيت زي بحر كده، بحر كبير قوي، ولقيت بنت خالي واقفه عند يعني قدام البحر على الشط كده من بره. فانا لما مشيت فقول لها منى انت ايه اللي جايبك هنا؟ فقالت لي انا مش عارفه، انا دخلت هنا بس مش عارفه اطلع. فانا لقيت زي واحد تخين كده شويه، فبيقول لها انا هنط من البحر دوت، بس خدي ال 50 جنيه ديت. فراح اعطيها 50 جنيه، فراحت قالت لي انا هديكي انت 20 جنيه وانا اخد 30 جنيه. فراح هو الشخص دوت راح نزل الميه، بس كان في بنات كتير كده واقفين بيبصوا على الشخص ده وهو نزل الميه. فهي عطتني 20 جنيه وقالت لي لو هو عطاني تاني انا هديكي تاني فلوس. فانا رحت واخده منها الفلوس وفضلت ماشيه كده، بس انا لقيت نفسي داخله زي شوارع كده، زي حاجات كده ضيقه خالص مش عارفه اطلع منها. يعني زي مش عارفه حاجه كده ضيقه خالص مش عارفه اطلع، مش لاقيه سكه، مش لاقيه مخرج ان انا اطلع منه. فطلعت فبصيت لقيت في سلالم كده، فطلعت السلالم دي، فلقيت نفسي الحمد لله ان انا يعني ظهرت، يعني لقيت نفسي ان انا وصلت، يعني لقيت في عربيات وكده، يعني لقيت نفسي ان انا طلعت في الشارع بره. بس انا لما طلعت لقيت نفسي ان انا لابسه فنينه حمالات سودا وماشيه في الشارع، بس انا ماشيه محروجه قوي. فلقيت ناس ماشيين كده، فلقيت واحده راحت قالت لي طب خدي انت البسي التيشيرت الاحمر دوت، وعشان انت حرام ما تمشيش كده. فانا قلت لها انا خايفه لو اخويا شافني ان انا لابسه تيشيرت او لابسه حاجه سودا وقط كده وماشيه بيها عايزه عقلي. قالت لي طب خدي التيشيرت الاحمر ده البسيه، بس التيشيرت الاحمر ده كان مبلول، كان فيه ميه. كان مبلول. اه. طب بصي خلاص كده يا شهد. او فانا فضلت ماشيه عديت زي مدرسه كده وفضلنا ماشيين، فهي كل شويه تقول لي هاتي تيشيرت البسه. فانا بقول لها طب ثواني بس عشان يعني شويه كده، عشان انا اخويا مش عايزاه يشوفني، يعني انا مصممه خايفه ان اخويا يشوفني. طب خلاص بس. اه. طب انت عامله مع ربنا الاول يا شهد؟ والله يعني مكسره. طيب. صح. ايوه. طب الحاجه الثانيه في علاقه بينكم الحد؟ لا والله هو بس في حد كده كان متقدم لي يعني، بس لسه يعني. طيب ادي حاجه. طيب بصي خليكي بس معايا لحظه واحده، موضوع الكلب، موضوع الكلب ده اللي هو كان مع اخوكوا اللي هو ماسكه وانت بتحاولي تهربيه ونزل تحت العربيه وانت جريتيه من هو عايز يمسكه كده، فبيدل على النفس الضعيفه، نفس اخوك ضعيفه. اه. بيدل على الانسان اللي مش ملتزم، بيدل على الشخصيه الضعيفه اللي مش كويسه مع اللي حواليه، ده شخصيه ضعيفه. محتاج طبعا ان هو يتقوى شويه بالصلاه وبالدين. اما موضوع اللي هو اللي انت مشيتي مع بنت خالتك او قريبتك دي او صاحبتك اللي انت مشيتي معاها وفي شاب عايز يرمي نفسه بس 50 جنيه، انت بتقول لك خدي انت 20 وانا اخد ال 30، فمعناتها ان شاء الله الفرحه اللي جايه لك وجايه لها ان انت تمشي وتبقي ماشيه بالفانيلا كده لونها اسود وتبقي محروجه من الناس وخايفه من اخوك وكده، فبيدل على شخص انت متوتره منه نفسيا، ما انتش واثقه هيتقدم لك او هيجي لك او لا، او هيكون من نصيبك او لا، ان هي تلبسك التيشيرت الاحمر ويكون مبلول، فبيدل على الفرحه اللي تخص البنت، ولكن هي مش هي دي اللي في دماغها خالص لانها مبلوله، والمبلول حاجه بتضايق، فهي فرحه طالما لونه احمر بس حاجه مضايقاكي نفسيا، بس هي بتحاولي تدخلي الفرحه جواكي او ان انت تتهيئي للموقف اللي انت فيه، والله اعلم. شكرا ليكي جدا يا شاه. رضوى السلام عليكم يا رضوى. الو. ايوه السلام عليكم، اتفضلي. عليكم السلام. اتفضلي يا رضوى. ايوه انا عندي حلمين تاني معلش. اتفضلي. انا وطي صوت التلفزيون يا رضوى انا سامعاكي. طيب يلا حبيبتي. انا حلمت امبارح ان انا وبابا وماما واخويا قاعدين في اوضه فيها سريرين، انا واخويا قاعدين على سرير وبابا وماما قاعدين على سرير.
واختي الصغيره نايمه جنب بابا وماما، وفي 5 قرود 3 قرود صغيرين على سريري انا، وقردين كبار قوي واقفين في الاوضه. فسوري يعني في يعني احنا مبسوطين بيهم، ونقول لبابا يا بابا احنا عايزين يقعدوا معانا في البيت. بعد كده ايه، فالقرد ده يعني في قرد اللي هو الصغير ده سوري يعني عمل بيبي على السرير، فقلت لا لا احنا مش عايزينهم، وايه وبعد يعني يخليهم يمشوا. بعد كده لقيت القرد الكبير ده بيلم يعني بيلم القرود كلها، بيقول ايه يلا نخرج ونهاية الحلم على كده. كويس ان هم مشوا في الاخر يعني. وفي حلم تاني. طيب بص، موضوع القرود اللي عندكم في الاوضه، انتوا نايمين على السرير وكده، فبيدل على المشاكل وبيدل على عدم الراحه وبيدل على الشماته الاعداء فيكم بسرعه. اما موضوع ان هم يلموا القرود وبعد كده يقولوا يلا بقى نمشي بعد ما عمل الحمام اللي هو عامل على السرير ده كده، فهو بيدل على ان في ناس شمتت فيكم في امر ما وانتهت وخلاص وغفلت عنكم، لان القرود في الاخر اتهدت كلها ومشت، لان دليل وجودهم في بيتكم، فبيدل على مشكله على الفقر وعلى الغم. انت فاهمه؟ والله اعلم يا رب. اتفضلي كملي. في حلم تاني، حلمت ان انا دخلت محل فيه لبس كده، وفي شنطة كانت عجباني قوي بس هي غالية، وانا ما كانش معايا غير 20 جنيه. وعمالة اتفرج، فلقيت برضو بلوزة عجباني لونها ليموني، وقلت ده انا هجيبه على البنطلون اللي عندي، هتبقى حلو معاها. فبرضو ما كانش معايا فلوس تكفي، وقست جزمة، بس جزمة كعب يعني ما عجبتنيش، فقلت له ايه لا انا مش عايزة الجزمة دي، انا يعني عايزاها شكل تاني. فقال لي ما فيش غير الشكل ده، كل الجزم بيبوظ يعني اللي هي طويل من قدام. فقلت له خلاص شكرا. هو فضل ينادي عليا وانا ما ردتش عليه، قلت له انا مش معايا فلوس تكفي، وبعد كده مشيت. رضا معايا؟ ايوه. هو انت ما بتاخديش اي علاج يا رضا؟ ايه؟ انت ما بتاخديش اي علاج؟ علاج؟ لا ما بتاخدش، بس هو تصدي التلفزيون بس يا ربي عشان اعرف اسمعك. الله يخليك. لا ما باخدش اي علاج الحمد لله. ايوه ما بتاخدش اي علاج. انت شهيتك في الاكل عامله ايه؟ شهيتك في الاكل؟ في الاكل؟ تاكل كتير ولا عادي؟ لا عادي. لا بصي، هو البلوزه اللي هي الليموني اللي انت اشتريتيها وطلع على البنطلون والجزمه بتاعتك وكده، فاللون الليموني في البلوزات للبنات، فهو بيدل الله اعلم على الوحده اللي شهيتها قليله، او اللي هي بتاخد علاج لفتح الشهيه. فلو انت شهيتك قليله وكده فعليكي فتح الشهيه. اما موضوع البنطلون وهيليق على البنطلون والجزمه وكده، فبيدل على انك مؤهله للجواز او الخطوبه والله اعلم. شكرا لك يا رضوى. ام اسراء، السلام عليكم. ام اسراء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا استاذه منى؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. انا لو سمحت عندي حلمين. حاضر يا ام اسراء اتفضلي. انا كنت حلمت ان انا ماشيه انا واخويا ناصر وماما، ماما دي متوفيه الله يرحمها، فقعدت على كرسي وقالت لي قلعين الشراب الاسود اللي في رجليا، ودي الايه بنتي بقى تغسله. فبنده لايه ادي لها الشراب، قالت ما عنديش صابون. فماما قالت لي في 4 صابونات في الدولاب، هاتيه وخليها تغسل بالشراب. بس ده الحلم الاولاني. طب وانا مطلوب مال يطهر مال، مال يطهر مال. يخص مين بقى؟ اللي هو الشراب بتاعه ازاي بقى؟ اللي يخص اللي الشراب بتاعه مش نظيف. اللي هو مين؟ ماما اللي متوفيه. شرابها ما كانش نظيف؟ قالت لي خدي خلي ايه تغسله. طيب فايه من العلامه، ومن العلامه يعني المفروض في مال والله اعلم، يمكن كان في حاجه مال مش مظبوط مش كويس مشبوه فيه، بيدل على المال، مال ينظف مال او مال يغسل مال. فطلعوا حاجه لله على حاجه تخص الله اعلم النية قدام الله، لان انت ما تعرفيش حاجات تخص والدتك، والدتك هي اللي كان عندها العلم بيها. يعني هو بيها يعني طلع صدقات على روحها؟ على النية اللي هي كانت واصلة لك من الشراب، لأن الشراب ده حاجة عايزة تطهر حاجة، حاجة تطهر حاجة. ممكن عندها ذنوب مثلا؟ ممكن ممكن والله أعلم، ولكن الموضوع يخص ما هو ذنوب برضه. الموضوع إن هي ما تلاقيش صابونة بعد كده تلاقي صابونتين وكده، فمعناتها إن أنت تطلعي صدقة على روحها مرتين خلال شهر. 4 صابونات. 4 صابونات، يبقى 4 صدقات خلال شهر. حاضر. قدام الشراب اللي هي اديته لك إنك تنضفيه.
خلاص. والحلم التاني بنتي برضو حلمت ان هي دخلت في بيتها لقيتها قاعدة على الارض، قالت لها يا اسراء انا زعلانة منك وزعلانة من الناس اللي فوق اللي هو بيت اخويا يعني بيت ابنها لان عادين يعني غنوا كده، وانا زعلانة منك عشان انتي ما مسحتيش الدولاب بتاعي اللي جوه. قالت لها يا نينا ما تزعليش ما تزعليش، راحت بايسة ايدها وقالت لها انا هدخل امسحه. فدخلت تمسحه لقت صورتها وصورت جدها عليها تراب، فحبت تمسحها راحت مسحت الدولاب كويس الاول، فجت تمسح الصوره ساره بنت خالها خدت الصوره ورمتها. هي اسراء دي متجوزه ولا لسه؟ لا انسه. ربنا يهدي لها حالها يا رب العالمين. طبعا الام الموضوع ان هي زعلانه من تنظيف الدولاب وكده، فمعناتها الام المنسيه اللي هي اتنست لان كل واحد انشغل بعياله فنسيتوها خالص والله اعلم. وموضوع ان هي اسراء تاخد الصوره وترميها، ساره تاخد الصوره وترميها، فساره هي البشاره والبشاره الطيبه ان هي تاخد الصوره وترميها. فانا عايزه بس اسراء تلتزم مع ربنا شويه وان شاء الله بامر الله الركعه الشرعيه طبعا عليها بيها، وان شاء الله ربنا يفك الامر اللي هي فيه وتتجوز بامر الله والله اعلم. رضوى السلام عليك يا رضوى. ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا رضوى عامله ايه؟ الحمد لله. انا عايزه اكلم حضرتك من زمان. اتفضلي يا حياتي معاكي. بعدين كان عندي حلم وماما عندها حلم، بس بالله عليك ما تقطعي. لا يا حياتي ان شاء الله محدش هيقطع. اتفضلي. انا حلمت ان انا راكبه عربيه ورايحه مكان ان انا اعمل فرح اختي وان انا اللي هعمله لها. انت اللي هتعمله لها؟ وان انا ماشيه لقيت خالي، بس الاول انا رحت حجزت باخره كبيره عشان اعمل فيها الفرح. بعد كده قابلت خالي ان هو يعمل معايا الفرح ده. بعد كده لقيت انا واخواتي الاثنين راكبين سفينه وماشيين في بحر وسط غابه كبيره. حاجات مليانه شجر وحاجات غريبه، واحنا خايفين. وانا قلت لهم لا ما تخافوش احنا رايحين الفرح. فجاه لقيت تعبان اسود كبير شكله وحش قوي طلع علينا وراح خالي شددنا. فروحنا الباخره دي وعملنا الفرح، واختي كانت لابسه فستان فستان لونه زهري وانا كنت لابسه فستان ولابسه طرحه والشبكه بتاعت اختي ثلاث خواتم واسوره واللي فيه وعمتي وبنتها قاعدين متضايقين وزعلانين ومش عايزين مش عايزين يسقفوا ولا يضحكوا وزعلانين خالص. وبعد كده واحنا طالعين بالشبكه قعدوا يزغلطوا وخلص الحلم على كده. هو بصي السفينه وانت اللي رايحه تعملي لاختك القاع، هو انت الصغيره يا رضوى؟ وهي الكبيره؟ ايوه. طب هي طيبه اختك طيبه شويه، فمعناتها ان انت اللي تروحي تحجزي لها وانت اللي تدوري وتركبي في السفينه ويبقى في اشجار والسفينه تمر بيكم، فهي النجاه من مخاطر الدنيا والنجاه من حسد الحاسدين والمتربصين بيكم، لان في تعبان اسود طلع لكم. التعبان الاسود ده فهو بيدل على شماته الاهل، الشماته اللي بتبقى موجوده عند الاهل، الاهل كلك بيشمتوا ببعض. طبعا هو الحال مش عندك، عند الدنيا كلها. اما موضوع ان انت اختك تلبس الخواتم وتلبس الغويشه وانت تلبسي الفساتين وتلبسي انترتين فساتين بيدل على ستر وفرح البنات. اما الزرعات وعمتك اللي قاعدين مش عايزين يسقفوا ولا كده ولا يبصوا لكم ولا اي حاجه من دي، فهو التعبان الاسود ده. معايا يا رضوى؟ مع حضرتك. اما موضوع ان هي بعد ما انتوا تمشوا وهم الزرعات وكده، فالزرعات هنا فهي في بيدل على الشماته اللي احنا اتكلمنا عليها في البدايه. فبيدل على المشكله عندهم في بيتهم، اللي زرعت فيه مشكله عنده في بيته جامده جدا والله اعلم. شكرا ليكي جدا يا رضوى. هاخد مين؟ ناريمان. سلام عليكم يا ناريمان. وعليكم السلام. اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله بخير. انا ليا حلمين لبنتي. حاضر خير ان شاء الله. اول حلم بولد جارنا ان هو في المطبخ قاعد من المطبخ عندنا وبتاكله. هي اللي بتاكله؟ تديله اكل ياكل. ثاني حلم ليها. طب الثانيه بتاكله وفي نفس سنها؟ الايه؟ هو في نفس سنها؟ هي وهو في حدود حاجه 23 وهي 20. طيب في علاقه ولا حاجه؟ لا هو جارنا بس. وحلمي تاني هي برضك حلمته بنفس الشخص ان هو جاي خبط علينا وجايب لها بشاكير ملونه وبرنس وقال لي ده انا جايبهم لريمان هديه. طب هو كده مناسبه بين الطرفين. من الشخص ده يعني؟ والله اعلم، لان هي بتاكله فبتاكله يعني في رغبه. والله اعلم. هو جارنا. في بقى حلم خاص بيه انا. قولي خير ان شاء الله. حلمت في ولد جارها في الشقه اللي جنبنا اتقدم لها. اتقدم لها؟ بس ما لسه ما عملناش حاجه رسمي. وحلمت اتقدم لها فعلا يعني؟ ايه؟ اتقدم لها فعلا؟ اتقدم لها. بس امامها اجلوا الموضوع. انا مش مرتاحه له. حلمت بقى بمامته اللي واقفه مع المكواجي بره، ولا بناديها ولا الحق الانبوبه بتنفس.
جت قفلت الانبوبه هي بايديها وبتقول لي انت مالك متضايقه؟ قلت لها متضايقه منك انت وابنك. وبعدين جت تقول لي طب انت مش هتفكري فينا تاني؟ قلت لها لا مش هفكر في حد، انا هقعد اسبح واصلي بس. ده اللي خاص بي انا، برده خاص ببنتي. طب الانبوبه بتنفس وكده، فالمشكله عندك انت مش عندهم هم. يعني ايه المشكله عندك؟ يعني انت في عندك انت واخده فكره معينه مش حلوه تخصهم. فالفكره دي عندك انت ومزروعه جواكي انت، وانت عشان كده خايفه منها وبني عليها حاجات تخص جواز بنتك من ابنهم. ايوه. فموضوع ان هي تقفلها لك وتقول لك انت مش هتكلمينها او كده تاني، فالناس بتحاول تبين حسن نيتها من يمتكم. ما انا قعدت مع الولد دوت وحكى لي عنه حاجات مش كويسه في ماضيه، فانا عشان كده كنت خايفه منهم. ما عشان كده قامها الانبوبه لانها مفتوحه من عندك انت، فانت بقول لك انت بنيتي حاجات، ما انت بنيتي حاجات اللي تخص بنتك مع ابنهم. ان انت قاعده تسبحي وكده فانت محتاره، انت بتسبحي فانت محتاره. وانت مش عارفه تعملي ترضي ولا ما ترضيش، وحابه تقولي ان الواد صريح معايا، الواد قال على الصراحه كلها، يا ترى دي حاجه كويسه فيه ولا حاجه وحشه فيه، ولكن مش صلاه الاستخاره عليه، صلاه الاستخاره ترى على الولد وشوفي هيبان لك والله اعلم. استاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. عليكم السلام. اتفضل يا محمد. عليك. انا كل خميس بحلم ان انا رحت مع ابو زبارة، رحنا اشترينا عربية. ماشي، واحنا راجعين انا اللي سايق العربية وعملت حادثة. انت اللي عملت حادثة؟ محمد بقى اتكلم. والحلم ده بيتكرر كل خميس. كل خميس؟ انت الولد الوحيد يا محمد؟ ايوه. مفيش صبيان تاني غيرك؟ ايه؟ مفيش صبيان تاني غيرك؟ لا. طب بص يا محمد، انت متدلع بقى يا محمد. محمد انك بتروح مع تشتري العربيه مع والدك وكده، والله اعلم في العربيه ديت هي حياه الاب، وانك انت تطلع العربيه تعمل بقى حادثه، فانا عايزاك بقى تبطل دلع بقى، يخف عليك دلع شويه وتبدا ان انت تبقى لك شخصيه كده، بس تكون شخصيه حلوه كده محترمه وكويسه، وخد قرارات كويسه، لان واضح ان الدنيا هتبقى بايظه معاك شويه يا محمد، فانا عايزاك تبقى هادي كده وتركز وتعرف ان انت راجل وانت الوحيد بتاعهم، فالمفروض تبقى انت كويس. لما انت بتعمل حادثه بيدل على افكارك وتصرفاتك كلها هتبقى غلط والله اعلم، فحاول تحسن نفسك بنفسك يا محمد والله اعلم. هدير. ناديه السلام عليكم يا اختي ناديه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتوره؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. دكتوره ولدي حلمت حلم ان انا حافيه خارجه بره، حافيه بالبرنس. بنتك بتقولي؟ بنتك بنتي حلمتني ان انا خارجه بره حافيه وبالبرنس وبشعري. وشعرك خارجه بره ماشيه في الشارع يعني؟ خارجه قدام الباب، قدام الباب بتاعي وحافيه وبلاقي ريم. هاتيلي شيبسي ولا جزمه البس. بتقول لي فين جزمتك وشيبسي كده؟ قلت لها ما اعرفش. كان في اتوبيس مكتوب عليه الحج كبير كده، هو كده بالظبط صح. فرحت انا رحت راكبه فيه في كرسي واحد والسواق بس فوق بس. ما هو كده، هو الحج، هو الحج. ان شاء الله هو الحج، هو مفسر نفسه خالص لوحده. هو ربنا يكتب لك العمره ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. شكرا لك جدا يا حاجة نادية، ربنا يكتبها لك يا رب. أعزائي المشاهدين، فاصل سريع جدا وارجع لكم تاني إن شاء الله. رؤى الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لها فعل وأقدار. سنعود. ألف مبروك ليكي، وأنت كمان ألف مبروك ليك. أنتم ياللي شايفيني ومتابعيني، أنتم عارفين أنا ببارك لهم ليه؟ ببارك لهم عشان اشتركوا معانا في شموع الفرح،
المشروع ده احنا عملناه عشان حاجة، عشان نحل مشكلة العنوسة ذات نفسها مش الجواز بس. ما تدوريش ما تقوليش خلاص انا مش هتجوز، لا هتتجوز بأمر الله. فانا كل اللي طلبان منكم هترسلوا بياناتكم بس، كل واحدة بمواصفات شريك حياتها، وانت اللي انت عايزها بمواصفات شريك حياتك. بس اهم حاجة طبعا التباين والاخلاق. وعلى فكرة من خصائص البرنامج بتاعنا السرية التامة. كل اللي مطلوب منكم رسالة على الرقم ده. وفي حاجة كمان عايزة اقولها صغيرة خالص، انت سرك اللي انت هتبعتهولي بالمواصفات باسمك برقم تليفونك في الودن الشمال، وانت كل حاجة تخصك واسرارك واسمك في الودن اليمين. بس كل اللي هيظهر عشان نأكد لك ان انت رسالتك وصلت لنا، هتلاقي للتأكيد اكتر هتلاقي الاسم موجود اخر رقمين من رقم تليفونك فقط لا غير. وطبعا انتوا عارفين مصداقية البرنامج، وان شاء الله في اقرب وقت هنبدا ان احنا نعرف مين اللي اتجوز ونذيع مين اللي اتجوز، عشان الامل والبسمه تدخل في قلوبنا كلنا ان شاء الله. عايزين نشوف العريس والعروسه الناس الجاده فقط لا غير، عشان نفرح ونفرحكم كلكم. انت عايزه اقول لك على حاجه، موضوع الخطبه ده من زمان ولكن احنا طورناه فكر جديد جدا وشيك جدا، فما تقلقيش وبعتي وهتكون في سريه تامه مع اختك منى اللي انت بتثقي فيها. يلا ان شاء الله مستنياكم عشان تفرحوا ونفرح كلنا معاكم مع شموع الفرح. من منا لا يتذكر حلما واحدا في حياته لا يكف عن ملاحقته ويأخذ مساحة من تفكيره. أسرار كثيرة نريد معرفتها، كيف نفهم أسرار لغة النوم؟ هل هي فراسة وإلهام أم هي خواطر؟ سنعرف الكثير من الأسرار مع معبرة الأحلام منة الله في برنامج أسرار الرؤى. يأتيكم في الأوقات التالية. تفسير الأحلام ده علم كبير، والكل حلم دلالة ومعنى، وعشان ما بنبقاش عارفين تفسيرها لازم نسأل المتخصص فيها. لو عايز تعرف تفسير أحلامك اتصل على خط تفسير الأحلام 1756. عدنا الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لها فعل واضح. أعزائي المشاهدين أهلا بكم بعد الفاصل. يلا بسرعة أصحاب الرسائل يكونوا قاعدين وسمعيني برضو من اليمين للشمال، رسالة كده ورسالة كده من بتاعة النهاردة. هاخد رسالة بسرعة من بتاعة النهاردة، بتقول أنا حلمت إن أنا وجوزي وحماتي عند الجارين، يعني عند الجيران، وحماتي قاعدة تشيلني طين ياما على راسي، وبتقول لجوزي شيله وأنا زعلانة. كلام عليكي والله أعلم ده كلام عليكي، في ظلم عليكي وعليكي كبير جدا، ولكن ربنا هينصرك لأن أنت زعلانة، فانت عارفة ان حالك مش هيدوم كده والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحلم اني عندي بنت صغيرة جميلة جدا، والحلم ده بيتكرر معايا، وفي الحلم البنت بتكبر معايا مع العلم اني متجوزة ولم ارزق باطفال. البنت الجميلة هي الدنيا وجمالها، اما ان هي بتكبر قدام عينك فهو البرواز اللي مليان حسنات لك والله اعلم، لان انت راضية بقضاء ربنا عليكي. حلمت اني اعوم في بحر بكاوتش، وخرجت واعطاني احمد ملبن. البحر بكاوتش، العنف في البحر بكاوتش هو التفكير، هنا في عندنا تفكير، والملبن هو سهوله التعامل مع الشخص المراد التعامل معاه والله اعلم. حلمت ان ارتدي سواريهات اساور يعني من الذهب، هم في الحقيقه لامي، ورايت في نفس الحلم شخص كنت قد قابلته مره واحده منذ فتره طويله. الاساور هنا هي العفه والتدين، والله اعلم سترزقينا بعريس. انا من عبد الله ابي متوفي، وحلمت انه شاب ولابس قميص وبنطلون وكان فرحان، يدل والله اعلم على شبابه فيما افناء. طبعا هنا طالما هو فرحان فبيدل على كثرة حسناته والله اعلم في شبابه. حلمت ان ابن الصغير يوسف اكل من اكل موجود مفروش على الارض، فاخذت اصر ان اخفي على الموجودين واقول ليه بيتاكلوه ولسه صغير عنده 4 شهور،
بعد ذلك ابني رجع حسد يا ام يوسف واقع على ابنك الرقية الشرعية او الفاتحة هي الرقية الشرعية وبامر الله يكون كويس. انا جوزي مش معايا بس على طول احلى مني جوزي بيبصني هنا يودك وبيحمل لك كثيرا من المفاجآت كثيرة فاصبري واستحملي عليه خاصة لو مسافر. حلمت ان انا واحدة زميلتي في من الشغل كنا قاعدين في حديقة كلها اخضر وديتني مفرش لونه احمر وقالت لي خد المفرش ده لكي وفتحت المفرش لقيته صورة الكعبة مع العلم ان زميلتي دي في الاصل مسيحية مسيحية الديانة ولا من سوهاج ولا هنا في عندنا بشارة بالزواج او بالعمرة وان شاء الله. اما صاحبتك فمش عارفة ولا هي اساسا مسلمة في الخفاء او ان هي بامر الله هتسلم قبل وفاتها والله اعلم. استاذه منى عاوزه اكلم حضرتك ومش قادره لو سمحت لو ينفع كلميني ضروري 011-47. حاضر 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 ان شاء الله حاضر. رساله بتقول بسم الله الرحمن الرحيم انسه حلمت اني اجلس على السرير في مستشفى. طب السرير هو الارتباط في مستشفى وامي بجانبي وامامي طبق به السمك كثير هو الرزق الموجود والدكتور اعطاني سمكتين فضي الجمال ومن جواه لونهم ابيض على عرسين العرسين الاثنين اجمل من بعض والله اعلم. انا محمود حلمت اني بطلع حب فول من انفي بتقزم غيظك والله اعلم. رسالة بتقول حلمت ان جسمي كله مليان بالجرب. هو عندنا هنا الجرب نوعين اما ان تكون فقير فان شاء الله فبيدل على الغنى بيدل على الغنى وبيدل على راحة البال اما لو انت بقى من غني وكده فبيدل على رياسة او منصب انت هتمسك والله اعلم. في رسالة بتقول استاذة منى كلميني ضروري جدا على 012 اخرها 77. حاضر. وفي برضه تانية استاذة منى عايزة رقمك ضروري ارجو الرد. حاضر. بس انا هديكي بقى رقم انت ازاي مش عارفة ولكن حاضر. حلمت ان زوجتي دخلت عليا غرفة النوم وكنت نايم صاحي على السرير فقالت لي انت مالك بقيت تخين يعني جسمك بقى سمين فنظرت في المراية لقيت نفسي مثل الممثل علاء ولي الدين علاء ولي الدين مع العلم اني نحيف اكتر في الواقع. هو يعني تخين زيادة عن اللزوم انت اساسا ما انتش تخين فالتخين هنا بيدل على امرين بيدل على ان انت هتكون مستور زيادة عن اللزوم جدا 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 او هتكون ان انت بتاكل بالربع كتير 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 والله اعلم يعني فمش عارفة انت اهم فيهم والله اعلم. حلمت اني في بيت لا اعرفه مع ناس لا اعرفهم ودخل من الباب خالي رضا وخالي جمال ومعهم جمل ابيض شكله جميل جدا وعلى راسه وظهره كسوة خضراء. طب احنا عندنا هنا مع في حلمت ان بيت لا اعرفه مع ناس لا اعرفهم لا اعرفهم لا اعرفهم فبيدل على ارض غير الارض في مكان غير المكان وبلد غير البلد والله اعلم السعوديه. دخل من الباب خالي رضا رضا من رضا ربنا عليك وجمال من جمال الامور عليك معهم جمل ابيض شكله ابيض الجمل هو بيدل على السفر او تغيير المكان لمكان لمكان خاصه ان هو جمل جميل وابيض فبيدل على التزويج او بيدل على الحج او العمره وعلى راسه وظهره كسوه خضراء هي الكعبه وربنا يكتبها لك يا رب انك تزوريها والله اعلم. والدتي حلمت انها كانت معزومة على الغداء عند شخص مش عارفاه ولما استقبلها فدخلت وجدت السفرة عليها كل انواع الاكل وكان كتير فجلست على السفرة ومسكت المعلقة ولسه بتاكل صاحب البيت نادى الخدامين وشال السفرة من امامها. يعني عايزة اقول يعني خلي بالكم من والدتكم وما تأثرش في حقها يا رب العالمين وربنا يطول في عمرها يا رب ويخليها لكم. انا حلمت ان تحت البيت حوض زرع فيه حاجتين تحت البيت حوض زرع فيه حاجتين متغطيين فجاءت واحده بتقول ايه ده والله انا مش عارفه هو في طالما حوض زرع تحت البيت متغطيين فبدون والله اعلم يعني على مكان يكون يا اما فيه اثار او مكان فيه بركه وخير وفيه رضا من ربنا عليكم فبدون على الكنز او بدون على البيت الكويس الاصيل والله اعلم. ده اللي متغطي تحت واحده بتقول ايه ده فبدون على المفاجاه اللي هتيجي من البيت ده والله اعلم. حلمت اني في مستشفى بعمل عمليه بس بهرب من الدكتور وبعدين الدكتور بيرجعني تاني للعمليه ملابسي عليها دم استخاره على سفر مستشفى بتهرب وكده فبيدل على التراجع والتقدم دايما هسافر ولا ما اسافرش يا ترى السفر فيه خير ولا لا يا ترى استني هنا ولا لا ده تراجع ده المستشفى. رجعت والدكتور عمل لك العمليه تراجع ولا تسافر واصبر وان شاء الله فيه خير هنا ليك كتير جدا. ابني في شده ربنا يفكها عليه يا رب العالمين. وحلمت ان الرسول جاري عليه الصلاه والسلام في المنام رش عليه ميه ربنا يفركها عليه ويفرك همه ويفرك تعبه وعليك بالرقى الشرعيه ليه وعليك ان دايما تقول اصبر وعليه بالمناجاه والصلاه والله اعلم فده فرج من ربنا عليه بشرى طيبه ان ربنا يفك عليه الهم اللي هو فيه. في رساله بتقول لي حلمت اني بتقيأ لقل ابيض وكان بيخرج من بيجرح في زولي وانا برجعه
هو الله اعلم انت يعني نسيت القران اللي انت كنت حافظه، مش عارفه بقى انت الشيخ ولا حكايتك ايه وانت حكايتك ايه، ولكن انت نسيت القران اللي انت كنت حافظاه كله، فالقران هنا حزن عليكي، فاتقي ربنا واتقي ربنا وارجع احفظه تاني وعلمه للناس اللي انت كنت بتعلمه لهم تاني. والله اعلم. بالله عليكي يا منى كلميني ضروري، انا مطلقه وجوزي عايز يرجعني، عايز اعرف ارجع له ولا لا. طب حاضر، ابعتي لي رقمك، رقمك مش موجود عندي والله. ام محمد حلمتي ان شعر تقيل وطويل، اختي بتبص عليه شافت شعره وكانه صعبان. الشعر الطويل والتقيل فبيدل على الهم، وبيدل على الست اللي شايله الهم والست اللي مستحمله الهم عشان تراضي ناس حواليها وتراضي اعز الناس اليها اللي هم اولادها. شعرك كانه صعبان، فالصعبان هنا فبيدل على الحسد او بيدل على المس، والله اعلم. حلمتي اني طلعت قملتين وموضتهم من شعر سلفتي، طلعت قملتين وموضتهم من شعر سلفتي. هو بصي يعني انت بتعرفي تنهي كلام، لو حد اتكلم عليكي كلام ولا حاجه انت بتعرفي انك انت تضيعيه يعني باسلوب حلو. اهم حاجه ما حدش يعلم عليك، وفي نفس الوقت ما تجيش على ناس ضعاف وتتك عليهم، فبالراحه على الناس اللي حواليك، وفي نفس الوقت اي حد بيطلع عليكي كلمه انت بالكلمه دي بتغيريها بلباقه واسلوب حلو من عندك، ما تخليش حد يعلم عليكي خالص والله اعلم. رساله بتقول والدتي حلمت انها تزرع قشر خاص في شاليه زرع، خير تزرع خاصه لبيتها لاولادها، وما بتحصدهوش من عدم الراحه ليها في البيت، يعني هي بتزرع خير وبتزرع راحة وبتزرع امان للبيت بس ما بتحصدوش لان ما بتلاقيش اللي يريحها والله اعلم. رسالة تانية بتقول زينب انا حلمت اني بجمع كمية كبيرة من البيض انا واختي، وكان في بيض متكسر وبيضتين لازقين في بعض، والبيض السليم بجمعه في كيس، واخواتي متزوجين طلبوا شراء كمية من البيض، متزوجة من شهرين واختي انسة جزاك الله خيرا يا استاذة منى، الله يبارك لك ويديك يا رب العالمين. هنا عندك هنا بيضة متكسرة وبيضتين لازقين كده، فهو بيدل على ممكن يكون في عندك حمل وما كملش، او ان هو بيدل على الحمل اللي هيجي ان شاء الله، في عندك توأم لان عندنا بيضتين لازقين، والبيضة السلامة بتجمعها في كيس اخواتك، بس لكم بصينا على راحتك ان شاء الله، راحة جوازك واختك ربنا يكرمها بالزواج الطيب، وكل واحد يوفيك وبياخد نصيبه، فما فيش داعي ان حد يبص في عشة حد خالص، لان كل واحد اللي ربنا كتبه له خد والله اعلم. رسالة بتقول حلمت اني مسكت المسدس وقتلت نفسي، ارجو التفسير. هي توبة، توبة وهي النصيحة من حد لوجه الله، فياريت انك تمشي بيها يعني، وان شاء الله انت هتمشي بيها عشان انت اكيد او انت اكيد بنت حلال. رسالة بتقول حلمت ان عمي اعطاني قطعة ارض وانا كنت فرحان قوي وعمي متوفي، قطعة الارض فهو بيبشرك بثباتك في حالك وبيبشرك ان ربنا يفركها عليك، لان الارض لما تمتلكها فبدل على عمار الراجل في حاله وبيته وعياله ومراته وسعده اللي جايله ان شاء الله، فبشرة جايلك بامر الله. حلمت بشخصية تتبع الاسلام السياسي تبتلع عقربا، هي افشاء اسرار كانت مكتومه لعدو رغما عنه والله اعلم. السلام عليكم اختي منى، طلع حلمتي في بنت اختي المتوفيه، كان يوم فرحها ولابسه فستان ابيض جميل جدا، وجاءت بيتي وقالت لي انا جاهزه يا خالتي، باقي بس التسريحه، ما بدي حد يعملها غيرك، فعملت لها التسريحه واختفت وانتهى الحلم. ام جواد طبعا ست جميله الحلوه ديت، ام جواد عايزه اقول لك ان بنت اختك المتوفيه ان هي يوم فرحها ولابسه فستان ابيض جميل جدا، وجاءت بيتك وقالت لي انا جاهزه يا خالتي، بس بقت التسريحه ما بدي حد يعملها غيرك، واختفت وانتهى الحلم. التسريحه هو دايما ان انت تترحمي على، عايزه الرحمه منك انت لان انت خالصه لوجه الله، ودايما صاحبه معروف في الناس كلها، حلوه بتعملي معروف، وخاصه الاموات بتفتكرهم دايما، فهي حابه ان انت تسرحي لها لان دايما تطلبي لها بالرحمه، لان ان شاء الله هتكون عروسه في الاخره والله اعلم. رسالة تانية بتقول واحدة جارتي حلمت بجوزي واخته وبنت اخته المتوفيين، وكانت ام جارتي مها بترقص، هي ميتة وجوزي كان بيشد في طرحة اخته، وكان لون الطرحة اسود، وبقول مثلا ده كفني وانا كفني تسجيل عند اختي حكومة، تسجيل عند اختي حكومة، وكرر الكلمة دي كتير جدا، في كلام باطل حصل او مرض وبأمر لا يشفى منه، يا كلام باطل حصل وهينتهي منه ده الرقص والتسجيل عند الحكومة والكفن والله اعلم، او مرض وربنا يشفي منه ان شاء الله. رسالة تانية بتقول
واحد صاحب اسمه هيثم شاف لي حلم مرتين، هو ان ثعبان كبير جدا بيجري ورايا، هي مخاطر حواليك واعداء يتربصون بيك، فخلي بالك ده اللي بيجري وراك. انا عفاف من اليمن، حلمت باختي المتوفيه جاءت تخبط على باب بيتنا، قالت مين؟ قالت انا فلانه، فتحت لها بصيت على رجلها منقوشه بالحنه وصحيت على اذان الفجر. ما تفسير ذلك يا قمر؟ طبعا انت اللي قمر وجميله، طبعا منقوشه بالحنه فبتدل على البنت الحمد لله او السيده اللي ربنا راضي عليها، وهي في رحمه ربنا دلوقتي، بتبشركم ان احوالها حلوه وطيبه، واللي ما خدتهوش في الدنيا خدته في الاخره، فبتبشركم بحالها طيب جدا جدا عند ربنا. بتقول لكم بقى ايه؟ دوروا انتوا بقى على نفسكم يلا، وشكرا ليكي يا جميله. رساله ثانيه بتقول حلمت ان ابويا بيجاملني مجامله زوجيه، وفي الاخر لقيته ابو جوزي. اشكر من الجن عليك بالقران الكريم، اشكر الجن والمس والحاجات ديت، يعني هي مش حاجه جامده، انا ما تخافوش منها، انتوا اقوى منها، ولكن ايه؟ افهموا اللي عليكم من واجبات دينكم، والامور كلها تمشي تبقى زي الفل ان شاء الله. ما تفسير اني لابسه فستان لونه نيلي او لبني؟ والله اعلم، بيدل على الحنيه والصفاء من ناحيه الراجل، حنيه او صفاء حاجه حلوه جايه من ناحيه الراجل، والله اعلم. حلمت اني اعطيت زوجي علبه حمراء قطيفه شكل ورده بها خاتم ذهب، قلت هديتك، فلبسها في ايده اليمين وكان ضيق، فقلت له البسه في اليسرى. طبعا العلبه الجميله الحمراء اللي انت بتديها له ديت، انت بتديها هديه لجوزك، فمش عارفه يعني هل انت بتدور على الحمل ولا لا، لان ده بيدل على هديه الست، الفرحه والهديه اللي الست بتقدمها لجوزها القطيفه واللي فيها الخاتم ده، فانت بتقول البسها في ايدك اليمين، فبيدل على طلب الولد او الحلم في الولد او نفسك في الولد، كان ضيق فلبستيه في ايده الشمال، فبيدل على ان ربنا يكرمكم بالبنت الاول، والله اعلم. في الحقيقة احنا عندنا بيت قديم عايزين نبيعه، وبنت اختي حلمت ان البيت ده واسع وحلو قوي وفي اساس جديد وغرفة جديدة والحمام مش مكانه، وهذا البيت وش السعد عليكم كلكم، وبامر الله ربنا ييسر لكم فيه امر، وان يجيلكم فيه مبلغ كبير جدا، فما تبيعوش دلوقتي لان وش السعد عليكم، مش هتعرفوا تعوضوه تاني، والله اعلم. حلمت ان الست جارتي جايبه من العمره، جايه من العمره وجايبه بزازات لبنتي واتنين شراب لي ابيض. البزازه هي هنا المراديه من الام لبنتها الاحبابه اللي هم بناتها، ام بتحب تراضي بناتها ودايما بتدعي لاولادها بالستر. اما الشراب هو المال الشريف، المال الشريف، المال الكويس اللي بترضي بيه ربنا، والله اعلم. حلمت اني اسير في الشارع ومعي راجل اكبر مني سنه لابس عباية ملونة ونقاب من نفس لون العباية، واسع وكبير جدا ومغطي كل وجهي، هي اللي لابسة ومغطي كل وجهي وراسي، وكنت اضع يدي عليه وكان هذا الرجل يلف حولي برأسه كثيرا محتار، يريد ان يرى وجهي فلا يرى اي شيء مني، وكان مبهور جدا بي من حسن اخلاقي ودينه واحترامي لنفسي، واسمعه يمدحني في نفسه كثيرا كثيرا، طول ما هو ماشي معي، كان مفيش في الدنيا واحده مثلي ابدا في اخلاقي وعفتي وادبي، واشعر انه يتمناني جدا. طب هو انت بقى لو انت مش متجوزه في القصه دي كلها، فبيدل على حب شديد جدا واقع عليكي، واضح على ان انت محترمه جدا جدا جدا، ومش عارفه تطولي ان انت ممكن تكوني مرتاحه له اي حاجه، دي حاجه حلوه فيكي، لان النقاب هنا طالما النقاب العبايه واسعه، نقاب مع عبايه واسعه مغطي كل وشك، وحد بيبص عليك راجل بيتلفت حواليك، فبيدل على الست اللي محدش عارف يمسك عليها غلطه، بيدل على احترامها ووقارها لنفسها، وطبعا ان هو بيمدح فيك وكده، فبيدل على شخصيه تتمناك، او بيدل على زوج حاسس بمراته ان هي احسن واحده في الدنيا، ولكن بيخفي دلع عليها شويه، يعني ما بيحبش يدلعها ويدللها شويه، ده لو انت متجوزه، او لو انت مش متجوزه محبه موجوده لشخص بيكنها لك كبيره جدا 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 جدا، وان شاء الله يكون من نصيبك، والله اعلم. امي رأت عمتي تفاحه، عمتها اسمها تفاحه المتوفيه، بتقول لها ان عم محمد اتجوز مسيحيه والحفله في الكنيسه، يعني امر فيه حاجه مشبوهه، فيه حاجات في حياته يا ريت تتحروا الدقه عنها وتخلصوه من الذنب اللي هو مرتكبه ده، هو الله اعلم، ولكن عليكم انك تتحروا ببعض الحاجات تخصه اللي هو اتجوز المسيحيه في الكنيسه ده، الله اعلم. انا جالي عريس حلمت ان اسمه موسى وسعد، وفسرت اسم موسى في الحلم انه حاد. طب ما انت شاطره فسرت وتعلمت تفسير الاحلام، شاطره. سعد وموسى فهو بيدل على التوكل على الله، بيدل على الشخص ده السعد، وش السعد عليك، وان هو مش بتاع هزار ولا بتاع لعب وكده، هو عايز يتجوز عشان يستقر ويبني حياه، والله اعلم.
كلميني ضروري، انا تعبانه مش عارفه اوصلك على الخط الساخن 012-36. حاضر هكلمك. حاضر، شكرا ليك. حلمت ان اختي خطيبي زينب جابت لي 2 طرحه، اخذت واحده واعطتني واحده فيها قطع صغيره، هو بيدل على المحبه الموجوده مع الغيره البسيطه. دي الطرحه اللي فيها القطع الصغيره دي هي غيره بسيطه عادي، ما تقلقيش منها ان شاء الله خير. حلمت ان رحت الكوافير وعملت مكياج، والمفروض هروح كوافير تاني عشان اعمل شعري، لكن لقيت نفسي اتاخرت لقيت الساعه 10:15، واتصلت بصاحبتي قالت لي مستنياكي تحت الكوبري. رحت وقفت قدام صاحبتي وهي مش عارفه تجيلي بسبب ان في فرع شجره ماسكها من رقبتها، وانا مخطوبه صاحبتي متجوزه. بصي، هو هنا طالما انت رحتي الكوافير فهو بيدل على تغيير الحال ليكي للاحسن ان شاء الله، بيدل على تجميل الحياه ليك، وعملتي مكياج فبيدل على ان انت راضيه بخطيبك والامور بينكم كويسه. فانت عايزه تروحي تعملي شعرك في مكان تاني الساعه 10. لقيت نفسي اتاخرت اعمل شعري، لقيت نفسي اتاخرت لقيت الساعه 10:15، اتصلت بصاحبتي. فمش كل واحده حياتها بتبقى زي حياه التانيه، كل واحده حياتها مختلفه عن حياه التانيه، خاصه المتجوزه غير المتجوزه دي، والمخطوبه دي غير المخطوبه دي. اتصلت بصاحبتك، فما تحاوليش انك تفهمي في حياه المتجوزين زياده عن اللزوم، لا بصي على حياتك ومشي حياتك على الشكل بتاعها اللي موجود، ما تبصيش على حياتي زي حياتك، لا. لان في الاخر صاحبتك قالت لك استنيني تحت الكوبري، فهو الكوبري من الانسانه ازاي بتعرف تعدي الصعاب، هي بتقول لك استنيني تحت الكوبري، فمعناتها ان عندها مشاكل كبيره جدا في بيتها. الشجره مسكتها من رقبتها، الشجره دي ليها جوزها مسكتها من رقبتها، فبيدل على ان جوزها صعب جدا معاها وبيعملها معامله مش كويسه وقاسي عليها، والله اعلم. فهي عندها مشاكل في حياتها، ربنا يفكها عليها يا رب. وانت حياتك برمجيه زي ما انت عايزه، كل واحده فينا حياتنا غير حياه التانيه، والله اعلم. سناء من القاهرة، حلمت اني في غرفة وضوء الشمس جوه الغرفة واني قاعدة. الغرفة هي الست، وضوء الشمس هي البشارة الخاصة بالست او بصاحبة الرؤية لوحدها، حاجة تفرحك لوحدك والله اعلم. هاخد بس اخر رسالة بسرعة. اما طلاب من الجيزة، انا حلمت من 13 سنة قابلت صاحبتي مريم وهي في الحقيقة مسيحية، سلمت عليها وسبتها ومشيت، رحت بيت ست متوفية، لقيت اختي الكبيرة ماسكة فاس وبتفتح في الارض وبتفتح في الارض. ثم جاء زوجي واخذ الفاس وبدا يفتح في الارض، وجاء ابن زوجي اختي واسمه عماد، وقال لزوجي انت خلفتك كلها بنات، وظل زوجي يبكي بكاء شديد، وقال الان لدي 4 بنات. والله اعلم. هنا هو هنا الفاس هو ان هو القوه في الدين، القوه في الدين والولد بعد فتره كبيره من الزمن، وهنا بيدل على الرزق والوفير، وبيدل على وبيدل على المعايره، لان لما يقولوا انت خلفتك كلها بنات وياخدوا منه الفاس فبيعايرون هو معوش الولد اللي هو الفاس، وبيدل على تمني زوال النعمه والحسد اللي وقع عليكم. فان شاء الله ببشرك يا امه الله بالولد والله اعلم. لسه رسائلكم موجوده معايا، بعتذر لكم جدا جدا جدا، ما تزعلوش مني. الخط الساخن 1756، الرقم الداخلي 2. تحت امركم طول النهار من الساعه 1 للساعه 10 ان شاء الله. بالنسبة للناس اللي عايزة تستفسر عن شموع الفرح اللي هي مش عارفة تبعت رسائل، هتتواصل ازاي؟ بأمر إدارة القناة عملت لكم خط للتواصل على طول، يمكن العرض هيكون هيتعرض عليكم بكرة، فممكن تتواصلوا وتسجلوا بياناتكم من خلال الرقم اللي هتتصل عليه إن شاء الله. طبعا حلقتي عدت معاكم بسرعة فاعذروني، وإن شاء الله الخط الساخن هيكون تحت أمركم. حلقتي بكرة في نفس الميعاد إن شاء الله الساعة 12 في نهاية حلقتي. أستودعكم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤى الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار.